خليني ابدا في الحلقه النهارده وانوه زي ما احنا متعودين عن ضيوفنا. الفقره الاولى هنتكلم فيها مع حضراتكم عن منتخب السباحه البارالمبيه، يمكن ذكرنا الموضوع ده او الملف ده على مدار اليومين اللي فاتوا، واتكلمنا قد ايه المنتخب بتاعنا والناس دي عامله انجاز تاريخي فعلا وانجاز رائع جدا على الارض، ولازم نقف عندها شويه ولازم نتكلم عن الكواليس ولازم كمان نديهم دفعه باذن الله للفتره اللي جايه، وده بعد لما حصدوا على 6 ميداليات، واعتقد ده مش مقدار قليل ابدا. دي فقرة أولى. فقرة تانية هيكون معنا الناقد الرياضي عبد القادر سعيد، طبعا زميلنا العزيز، وهنتكلم وهيكون حديث كروي أكيد بحت، شيء خاص بملف النادي الأهلي والتوقف الدولي واستعدادات المنتخب وغيره 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 من الملفات والأمور اللي تهم أكيد حضراتكم جميعا، واللي أعتقد ما فيش منبر إعلامي دلوقتي ما بيتكلمش عنهم. وأنا هبدأ كلامي فعلا وهتكلم عن فترة التوقف الدولي لمنتخب مصر، واللي عندنا فيه مباراتين بإذن الله هيكونوا مع جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم. خلينا نقف شوية عند ماتش جيبوتي. جيبوتي هيبقى زي ما حضراتكم عارفين في القاهرة، الماتش هيكون إن شاء الله الساعة 7، وماتش سيراليون هيبقى خارج ملعب يعني ملعبنا وهيتلعب تحديدا في ليبيريا، واتكلمنا عن كواليس بقى ليه ليبيريا وليه مش ملعب آخر وغيره. على كل حال افتكر برضو إن الوقت ده ومهم جدا ان يكون في خريطه واضحه من جانب هنا الجهاز الفني ومن جانب مستر روي فيتوريا، لان انت مطالب انك تعمل نتيجه جيده جدا، وده في اول ماتشين. يمكن احنا البدايات عندنا دايما في تصفيات المونديال ما بتكونش الافضل، احنا شفنا ده على مدار التاريخ على مدار السنوات الماضيه، فمهم جدا ان انت تحقق المكسب وتضمن اول 6 نقاط، وفي نفس الوقت تحقق الاستفاده الكامله قبل نهايات بقى كاس الامم الافريقيه، لانه واضح ان هو ما فيش بصراحه مباريات وديه تاني خلال المرحله اللي جايه، وهتدخل برضو على طول بعد كده في بداية بقى العام في نهايات كاس الأمم ومباريات المجموعات اللي هتضم طبعا زي ما احنا برضو تابعنا مصر غانا وكاب فيردي وموزمبيق ومجموعة يعني تقول في المتناول. لكن في المجمل برضو شكل المنافسة في كاس الأمم اختلف كتير جدا، لأن عندك 10 منتخبات عندها نفس تقريبا الفرص، عندها نفس الحظوظ في المنافسة على البطولة، أبرزهم طبعا الثلاثي اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده، السنغال والمغرب والجزائر. فهنقول كل التوفيق لمصر وكل الحذر بقى من مباراتين جيبوتي وسيراليون، لأن دايما هقول في تصفيات المونديال بيكون عندك للأسف في المباريات الأولى، كمان سيبك من المنتخبات الصغيرة، بس في المباريات الأولى بيبقى فيه تعثر. نتمنى يكون في بدايه قويه، لان انت بتبني دايما على البدايات القويه، بتدي دفعه كبيره، بيبقى في دفعه معنويه، بيبقى في ثقه عند المنتخب، عند اللعيبه، عند الجهاز الفني، عند الجماهير بالمناسبه. فمش عايزين نكرر اللي حصل، يعني لو حضراتكم فاكرين في 98 مع ليبيريا وفي 2002 مع ناميبيا، وانا مش عايز انسى برضو غالبا 2006 كانت مع بنين. فيعني أنا أتمنى الحظ يحالفنا هذه السنة ونبدأ بداية قوية جدا، لأن برضو هرجع أقول فيتوريا لو جيت سألت أو عملت كده استطلاع رأي، لا فيتوريا من المديرين الفنيين الواخدين إلى حد كبير ثقة الجماهير، وده ما بيحصلش على فكرة وما كانش حاصل خلينا نقول السنوات الماضية القليلة، لا فيتوريا عنده الجزئية دي إلى حد كبير. فنتمنى ليه التوفيق، نتمنى هو يكون كمان عند حسن ظننا، لأن دي زي ما بنقول لسه ضربة البداية. طيب بالنسبة لملف الاستاد خلينا نروح مع حضراتكم. مفروض ان حسب المعلومات وحسب الكلام الاخير ان هيكون في غلق لاستاد القاهره، وتابعنا الموضوع ده على فكره الفتره اللي فاتت علشان كلمنا ان في اعمال صيانه وتطوير بتتم، وده عشان كمان قبل طبعا المباريات الهامه الخاصه بمنتخب مصر، بنتكلم طبعا عن تحديدا مباراه جيبوتي. فخلينا نعرف برضو تفاصيل دقيقه. التليفون الثاني جاهز يا جماعه؟ لا استاذ احمد رجع معانا تاني. طيب استاذ احمد سامعني حضرتك؟ أهلا سامع حضرتك. في حاجة والله النهاردة أنا مش عارفة. اتفضل يا أستاذ أحمد، نعتذر، اتفضل. خليني أقول لحضرتك إن المقارنة ما بين مصر وما بين سيراليون كان ناحية التاريخ أو ناحية التركيز المقارنة بعيدة تماما، المقارنة لصالح منتخب مصر، ولكن أهمية الماتشين جيبوتي وسيراليون في إنهم في تصفيات كأس العالم، البطولة الأهم في الشارع المصري حاليا. ده اللي اهتمامي ماتشين جيبوتي وسيراليون. على الورق انت تقدر تكسب جيبوتي وسيراليون بسهوله، ولكن لازم تدي للمنتخبين حقهم، لازم تديهم الاعداد المناسب. ماتش القاهره هنا في بدايه التصفيات يعني ما اعتقدش ان المنتخب المصري هيلاقي صعوبه، يمكن ماتش سيراليون هيكون اقوى نسبيا. سيراليون
بتلعب على ارضها ولكن بتلعب في ليبيريا. ترجم تلعب في ليبيريا اخر ماتشاتها في السنوات الاخيره يعني. برضه هيكون في جماهير اليونانيه في الماتش بسبب قرب المسافه بين الدولتين، ولكن في المجمل الفوارق واضحه كبيره ما بين مصر استراليون ومصر تقدر ان هي تاخد نقاط يعني. شايف المشكله في الموضوع ده؟ طيب انا مش سامع حاجه، فانا هعتذر عن المداخله. يا تصلحوا السماعه عندي يا اسمع الضيف بشكل جيد، لاني فعلا انا مش عارفه ادير نقاش وانا مش سامع تماما ايه اللي بيتقال. هنرجع تاني لملف الاستاد ده بعد اذن حضراتكم. هرجع تاني مع حضراتكم، لان زي ما احنا متابعين ملف الاستاد مهم جدا، لان في اعمال صيانه كمان بنتكلم بعد ماتش منتخب مصر، وده اعتقد برضو يعني اجراء كان في غايه الاهميه، واجراء زي ما احنا بنشوف مهم جدا. استاد القاهره من يعني الاستادات اللي بنسعد بيها وبنعتز بيها بشكل كبير جدا، فمهم جدا كمان يكون على جاهزيه كبيره مع بدايه بقى الماتشات والموسم وغيره من المباريات طبعا اللي هتقام عليه للمنتخبات والفرق المختلفه. المداخلة معانا أستاذ وليد عبد الوهاب، يعني خلينا نعرف من حضرتك طبعا بعد إذنك كل ما يدار بقى حاليا خاص بهذا الملف وملف استاد القاهرة. اتفضل يا فندم. طبعا الفل عليكي وعلى السادة المشاهدين. أولا يعني أنا بتمنى الشفاء للأستاذ عمرو الفاروق، يعني أمين يا رب إن شاء الله. يعني دي حاجة رمز في الرياضة المصرية، ونتمنى له الشفاء إن شاء الله، ويرجع يعني مباراة الأهلي الأقرب مباراة يكون متواجد معانا إن شاء الله في المقصورة. بالنسبة للملعب استاد القاهرة، إحنا طبعا نوهنا أكتر من شهرين ثلاثة إن إحنا استاد القاهرة هنقفله في النص الأولاني من شهر 11، لأن ده الوقت الوحيد المسموح بزراعة البذرة. ليه توقيت معين، ليه درجة حرارة معينة، لازم ان احنا نزرع في الوقت ده. طبعا الاهلي كان اسند اليه مباراة السوبر الافريقي، والحمد لله ربنا كرمه في المباراة الاولى وكرمه وصعد. اضطرينا ان احنا نستنى لحد ما يخلص الاهلي عشان نزرع. خلص المباراة التانية وما كانش فيه نصيب، فوجئنا لقينا الوقت ما بين مباراة النادي الاهلي ومباراة المنتخب المصري حوالي 5 6 ايام، فطبعا اضطرينا ان احنا برضو نستنى، لان مباراه مهمه لمنتخب مصر مع جيبوتي، اضطرينا ان احنا نستنى لحد يوم 15 تخلص المباراه يوم 16 ونبدا الزراعه بتاعتنا اللي هي الزراعه الشتويه. طيب خليني برضو استاذ وليد اروح مع حضرتك لنقطة، لان الناس برضو كانت بتتساءل يعني الفترة اللي هيكون مغلق فيها للصيانة وغيره من التجديدات هتاخد وقت تقريبا قد ايه؟ حضرتك مفيش تجديدات، مفيش اي حاجة من الكلام ده، احنا كل اللي هتوقفه صيانة فقط من 17 ل 20 يوم. انا بدي بزيادة عشان برضو يبقى الملعب اخد الراحة بتاعته الكافية، والبذره قدرت ان هي تثبت او تبقى ثابته في ارضيه الملعب. انا الموضوع كله اسبوعين، الزراعه والبذره بتنبت في اسبوعين بس، ندينا نفسنا 4 5 ايام يعني عشان نطمن تماما ان الامور الزراعه ماشيه كويس. طيب رائع جدا. طيب برضو خليني اطمن من حضرتك، احنا بناكد مش هيكون في اي ازمات بسبب هنا مباريات الدوري، ولا تم التنسيق مع الانديه اللي هتلعب في الفتره دي في الاستاد؟ يعني خلينا برضو نعرف من حضرتك. بصي حضرتك احنا من يوم 15 ليوم 30 الدوري واقف، فكده كده الموضوع يعني جه في التوقيت السليم. احنا برضو راجعنا الحاج عامر حسين وراجعنا اتحاد الكوره اي التزامات اي حاجه، فانا ما عنديش وقت، انا لازم قبل نهايه 11 لازم اكون زارع. صحيح. انا غصب عني في التزامات عليا، لان دي اللي بقعد عليها السنه كلها. ارضيه الملعب بتبقى بالمنظر اللي حضرتك بتشوفيه دوت، اللي هو في الشتاء احنا الحمد لله بنبقى الملعب رقم واحد في ارضيه الملعب. كلام محترم جدا استاذ وليد، كل التوفيق ان شاء الله، وكده كده هنشوف حضرتك باذن الله اكيد في الاستاد. شكرك جدا استاذ وليد عبد الوهاب، شكرا لحضرتك. طيب خلينا نروح فاصل مع حضراتكم سريع، لسه اخبارنا اكيد كتيره جدا بس بعد الفاصل.
برحب بحضراتكم مرة كمان. وخلينا نروح ونبدأ بخبر برضو حلو دلوقتي، هو الاتحاد الافريقي. اعتقد ده خبر يعني ناس كتيرة جدا كانت سعيدة ان هي تسمعه. الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتكلم عن الكاف، عين هنا الحكم الدولي امين عمر لادارة مباراة رواندا وجنوب افريقيا، ده في اطار التصفيات المؤهلة طبعا لكاس العالم 2026. ومفروض هيلتقي منتخب رواندا مع جنوب افريقيا في الجولة الثانية، ده من دور المجموعات، هيكون ان شاء الله يوم الثلاث يوم 21 نوفمبر الجاري تحديدا. والطاقم التحكيمي برضو خليني اقول لحضراتكم كله مصري، هيعاون امين عمر فيه محمود ابو الرجال واحمد توفيق واحمد الغندور كحكم رابع. وطبعا بنكون يعني هنا ليه فرحانين، لان انت بتبقى فرحان بحكامك وبتامل دايما ان هم يكونوا الافضل، لان تاني كل ما بندي او بنقدر نقول ان بيكون عندنا كوادر رائعه جدا ده بيكون لصالح المنظومه الكرويه كلها. فعلشان كده الخبر ده اسعد ناس كتيره جدا. بس تاني هرجع اقف عند نقطه يمكن اتكلمت فيها في الاسابيع الماضيه، علشان فكره ان انا بسعد لما بيبقى فيه رمز مصري في اي مجال ما بيروح وبينجح وبيتوجه كمان افريقيا وبيمثل مصر عالميا وغيره، انت بتسعد بتفخر باولادك. لكن قصه التقليل من الذات والتقليل من الشان اللي للاسف الشديد بيحصل في فترات كتيره جدا وبشكل مكثف على بعض الكوادر اللي عندك دي، بتعطل الى حد كبير ان انت تلاقي نفسك منتشر او المصريين يبقوا منتشرين وناجحين في مجالات مختلفه عالميا وافريقيا. فالنقطه دي لو قلت شوية أعتقد ممكن يفرق بشكل كبير، لو بقى عندنا كمان ثقة في نفسنا أكبر، لأن فكرة برضو أن تقليل الذاتي ده مش حلو أبدا من الشخص، سيبك من اللي حواليه، من الشخص أعتقد مش جيد جدا. إحنا لحد دلوقتي بنتكلم عن المنظومة التحكيمية أن فيها مشاكل، وهي فيها مشاكل طبعا، بس إحنا لا نؤمن ولا نثق بشكل كبير في الحكام المصريين. وكنا اتكلمنا قبل كده لما كان بيريرا قال لك الماتشات القمة هيديرها مصريين، ناس كتير قوي اعترضت، قال لك ده قرار كارثي. هو مش قرار كارثي على فكره، هو قرار طبيعي جدا، لان الحكم مهما كانت ميوله ايه هو المفروض هو بيشتغل، مفيش اهواء مفيش ميول مفيش انا بحب مين اصلا وانا بشتغل، مفيش انا بفكر في مين، مفيش حاجه اسمها كده، الشغل شغل. ففي حاجه اسمها احترافيه في العمل. فالحكام بتوعنا لو فعلا بهذه المينتاليتي او هذا الفكر اعتقد الموضوع هيبقى اسهل بكتير، بس مع ده لازم يكون في ثقه مننا احنا. فعلى كل حال امين عمر من الحكام اللي لهم اسم كبير جدا، وبالتوفيق ليه وبالتوفيق لكل الحكام المصريين. نتمنى داخليا قبل خارجيا يكون في اصلاح للمنظومه، يكون في قوه، يكون في كمان يعني زي ما بيتقال كده احتراف فعلا حقيقي. وكمان الخبر اللي اسعدني في النقطه دي ان في مفروض هيكون في دورات تدريبيه كمان مؤخرا اتعملت للحكام عشان يطوروا اللغه الانجليزيه بتاعتهم عشان يعدوهم بقى للترشح كمان للقائمه الدوليه، وتسهيل طبعا تواصلهم مع جميع عناصر المنظومه الكرويه خلال المباريات. فرائع جدا اللي بيحصل، التطوير مهم جدا. واعتقد بيريرا كمان لو انا هتكلم تحديدا، هذا الرجل اتكلم اكتر من مره ان هو عامل شورت تيرم ولونج تيرم بلان، الراجل ده جاي وعارف كويس قوي هو عايز يغير ازاي ويشتغل ازاي على الارض. فاعتقد ده خبر فعلا جيد جدا ان احنا نسمعه. على كل حال تفاصيل الخبر اللي انا قلته ده خلينا نعرفها من الاستاذ والكابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي. يا كابتن ناصر صباح الهنا على حضرتك. صباح الخير عليك يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. أنا بسمع وبستمتع بالكلام الجميل اللي حضرتك قلتيه دلوقتي، مقدمة تاريخية جدا عن التحكيم. أشكرك جدا كابتن ناصر، والله شهادة كبيرة. والله لا بجد بأمانة، يعني أنا ما شفتش حد أبدا أو في قناة بتدعم وتساند التحكيم بهذا الشكل الجميل. حضرتك قلتي كلام جميل جدا 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 في شأن التحكيم المصري، وده من شأنه يعني عاوز أقول حاجة مهمة قوي الكل يعرفها، ان دايما قناة الاهلي مع الحكام وبتساعد على تطوير التحكيم المصري، واحنا دايما بنتمنى هذا الكلام. صحيح. امين عمر النهارده عاوز اقول هو زي ما حضرتك قلت كده، مش هبعد عن كلام حضرتك، هو فعلا بيشرف التحكيم المصري. طاقم تحكيم مصر بالكامل في مباراة رواندا وجنوب افريقيا، هي الجولة الثانية على فكرة، هتقام يوم 21 من هذا الشهر. أمين عمر ومعايا طاقم تحكيم بالكامل، الحكم محمود أبو الرجال المساعد أول، وأحمد توفيق طلب المساعد الثاني، ومعاه أحمد الغندور الحكم الرابع. خليني أنا وأنا أتكلم على أمين عمر الأول وندي يعني نبذة صغيرة عن أمين عمر. أولاً أمين عمر من حكام النخبة الأفريقية، دي نمرة واحد. نمرة اثنين كمان هو من حكام المحترفين، أنت حضرتك عارفة إن في 20 حكم
الاتحاد الافريقي النهارده بيعتبرهم هم حكام محترفين. ال 20 حكم دولت دايما الاتحاد الافريقي بيجمعهم خلال كل شهر، بيعمل امتحانات ويعمل اختبارات وبيعمل اختبارات لياقه بدنيه. يعني عايز اقول ان هو كمان من ضمن حكام النخبه والمحترفين بيجمع ما بين الحاجتين دولت. الفترة الأخيرة التحكيم المصري يعني حاضر بقوة في البطولات وفي المباريات اللي هي تصفيات كأس العالم أو البطولات اللي هي خاصة ببطولة أفريقيا. أمين عمر من الحكام المتميزين جدا جدا. نهاوند بيجمع بين حاجات كتيرة جدا، وزي ما حضرتك قلتي أولا عنده الستايل، ستايل كويس جدا، عنده لياقة بدنية على مستوى عالي، عنده قراءة وعنده فهم جيد للقانون. الشخصية التحكيمية بتاعت أمين يعني هي دي اللي مخلياه تقريبا يبقى من افضل حكام الكره الافريقيه. مباراه على فكره، المباراه الثانيه مباراه صعبه. ان شاء الله انا بتمنى ان شاء الله وباذن الله ان هو يدير هذه المباراه بكفاءه زي ما ادار مباراه الترجي والوداد، وكانت مباراه كانت صعبه جدا جدا، قدر ان هو يعني يعبر بيها وخد فيها تقييم جيد جدا في هذه المباراه النهائيه. رائع جدا اللي حضرتك اتكلم فيه، وهو التطوير التحكيمي مش بس على مستوى الناحيه البدنيه والفنيه، ولكن كمان النهارده عندنا في اللغه الانجليزيه، وده مهم جدا على فكره. حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه، النهارده بيحاول لجنه الحكام بتحاول ان هي تطور الحكام من ناحيه اللغه كمان، لان اللغه مهمه جدا. نهاوند انت عارفه النهارده الحكام بتتعامل مع خبراء او بتتعامل مع مدربين اجانب، انا ازاي النهارده هتكلم مع المدرب احيانا بيعترض، احيانا بيبقى في لعبه انا المفروض انا اقولها له خاصه بالقانون، فلابد ان يكون اللغه موجوده او حاضره سواء كان في الدوري المحلي او في الدوريات الاخرى. كلام مظبوط جدا. انا عايزه اروح مع حضرتك وهاخد من كلامك برضو كابتن ناصر، هل بتشوف الاعتماد على خبره اجنبيه زي بيريرا ومش بس الاعتماد عليها والثقه فيها بان هي هتطور هذه المنظومه، هل حضرتك بتشوف او بتشوف بنسبه كام في الميه ممكن فعلا يحصل تطوير ويحصل فارق كبير جدا في المنظومه التحكيميه في مصر على يد هذه الخبره الاجنبيه بغض النظر عن الاسم يعني؟ تمام. هو عندي يمكن البعض بيعترض على وجود خبير اجنبي صحيح عندنا في مصر، ويعني على ان عندنا كفاءات، احنا عندنا كفاءات فعلا بالفعل، عندنا كفاءات كويسه جدا جدا، وقدرنا احنا فترات كبيره نطور اداء التحكيم في الفترات السابقه. ولكن زي ما قلت فيتور بيريرا النهارده جاي بفكر جديد، احنا النهارده احنا مش مع ولا ضد، ولكن احنا مع التحكيم المصري. فاحنا ايضا يعني بندي الراجل مهله نهاوند ان هو يشتغل، يعني احنا عايزين نشوف في الاخر خالص النتائج هتكون ايه. يمكن كان اول اسبوعين او ثاني اسبوع كان حصلت فيه مشاكل تحكيميه، ولكن في الفترة الأخيرة أعتقد إن الأمور مشت كتحكيم مشت بشكل كويس، سواء كان في مستوى الدوري الممتاز ألف والدوري الممتاز ده. هو راجل بيشتغل ومعاه فريق عمل، يعني أعتقد إن هم على قدر كبير جدا من الفهم، بيحاول إن هو يطور. يمكن كان الأسبوع اللي فات كان عمل تحليل فني في اتحاد الكرة للحكام للجولة اللي هي كانت الجولة الخامسة والستة، ووقف على بعض النقاط التطوير، وبعد ما خلص التحليل راحوا ملعب نزلوا عملوا التدريب العملي والتدريب الفني. يعني الراجل بيشتغل على الشق النظري والشق العملي، اعتقد ماشي بشكل جيد الفتره اللي فاتت في التحكيم سواء كان محلي او في البطولات ماشي بشكل جيد. زي ما قلت لحضرتك احنا مش مع ولا ضد، ولكن احنا مع التحكيم المصري، نتمنى ان التطوير مش بس يعني يطول الحكام الدوري الممتاز. انت عارف ان احنا عندنا الدوري الممتاز وعندنا الممتاز وعندنا المحترفين والممتاز به، وعندنا اقسام كثيره جدا جدا. اتمنى التطوير يعني يطول كل المناطق الفرعيه، احنا عندنا 25 منطقه فرعيه، كل منطقه بها حكام درجه اولى وثانيه وثالثه، تبقى التطوير على مستوى فوق يبقى موجود ايضا على المستوى اللي هو طيب كابتن ناصر اسالك سؤال شويه يعني صعب في اجابته، بس هو مش صعب ان انا اطرحه عشان هو هيتوقف على الصراحه شويه. هل ما يعرقل المنظومه التحكيميه في مصر ما زال هو هقول المحسوبيات، ومش هقول فساد لان فساد دي كلمه كبيره قوي، بس المحسوبيات والمجاملات وغيره من الامور اللي المفروض لما تيجي تقول تطوير تكون مش موجودة أصلا أو حتى
بتعدي كده من جنب منظومة التطوير، هل لسه بنعاني حتى هذه اللحظة من هذه الأمور؟ أولاً سألت سؤال مهم جداً. سؤال صعب، أنا عارفة، ببقى عارفة أسئلتي. صعب جداً جداً. هقول لك على حاجة وبتكلم مع حضرتك بأمان. يعني إحنا نتمنى دايماً إن المجاملات تبعد، ونتمنى الأفضل هو اللي يكون موجود. هو اللي انا اعرفه يعني لحد علمي ان بوتير بريرا النهارده اعتقد شخصيته موجود، وانا بكلم حضرتك بامانه. صحيح صحيح، لا يتدخل احد في عمله. يعني عاوز اقول الفتره الاخيره كان هناك بعض الضغوط عليه يعني ان هو يوافق على بعض الامور، ولكن هو مصمم على الهدف. عشان كده تم انتقاده بشكل كبير جدا، احنا متابعين يعني. طبعا بالظبط كده، هو الراجل يعني دماغه ناشفه قوي، يعني خلينا نتكلم معاك بالبلدي كده، دماغه ناشفه قوي ومش حابب ان هو يجامل. يعني هو بادئ ان هو مش عاوز يجامل، هو الافضل هيكون موجود، وهو قالها كده، قال لك الافضل هيكون موجود. صحيح. معايا يعني ما يخطئ من الحكام، ممكن بيجنبه شويه او بيقعده شويه، ماشي بالسياسه الثواب والعقاب، وماشي بالسياسه تاني ان مفيش مجاملات لحد يعني. فايش. وده مهم جدا، دي محتاجة، عارفة يا نهوان، محتاجة مساندة ودعم من اتحاد القوى. يعني زي ما قلت لحضرتك، لما يكون حد ماشي بخطة وماشي كويس لابد من اتحاد الكرة. أعتقد اتحاد الكرة النهاردة في الفترة الأخيرة واقف مع الراجل. أتمنى يكون الكلام دوت في استمرارية، لأن من غير دعم اتحاد الكرة للجنة الحكام ورئيس لجنة الحكام فيتور بيريرا ممكن تحدث مشاكل في التحكيم. سؤالك مهم أيضا في ناحية من النواحي اللي هي الاختيار التعيينات. وانت حضرتك خلينا نتكلم التعيينات النهارده، هو اللي بيعين، يعني هو النهارده الراجل هو اللي بيعين بالظبط مع محمد فاروق نائب رئيس اللجنه، هما الاثنين اللي بيعينوا سواء دوري ممتاز او حكام الدوري المحترفين. اعتقدش ان حد بيأثر عليهم في اختيار الحكام، اعتقد ان هما ماشيين بخطه ثابته. حتى في التعيينات يا نهاوند هتلاقي في عداله في التعيينات، مش هتلاقي واحد لاعب مثلا ستة او سبعة وهتلاقي واحد لاعب ماتش، لا، هتلاقي الكل متقارب، واللي هو الافضل هو اللي موجود في التعيينات اللي هي كانت موجوده فيه. وده ما يزعلش حد، الافضل هو اللي المفروض يستمر، يعني ده شيء ما يزعلش حد، واللي مش افضل يحاول يكون افضل بمجهوده يعني وبشغله، يعني ده اعتقد ده مشروع جدا. بالظبط يا هوندي كده، يعني هو حتى كمان يعني من ضمن الحاجات اللي عملها كويس قوي قوي ان هو خلى في تنافس ما بين الحكام، خلى في روح جيده. زي ما قلت لحضرتك يعني انا النهارده لما بلاعب حد ويكون كويس ما حدش بيقدر يتكلم. صحيح. لما يكون في مجاملات هتلاقي في ناس بتعترض على هذه المجاملات. عموما انا بقول ان النهارده عندنا حكام النهارده بيمثلوا مصر في البطولات الخارجيه، مثلا امين عمر، وعندنا محمود البنا، محمد عادل، يعني احمد الغندور، ابراهيم، كل القائمة الدولية النهارده، محمود ناجي، مش عاوز انسى حد، محمد معروف، كل هؤلاء الحكام بيمثلوا مصر في البطولات. صحيح. الخارجية. زي ما قلت دي حاجة، يعني زي ما حضرتك قلت في بداية الحلقة، إن دي حاجة بتساعدنا كلنا. نتمنى إن شاء الله بإذن الله إن هو يعني ربنا يوفقهم في المباريات بإذن الله يوفقهم. ونتمنى إن اتحاد الكرة أخيرا، بقول إن هو يقف مع الراجل لحين انتهاء التجربة، ونبتدي نقيم بقى هل في نتائج ولا النتائج كانت عامله ايه. ده اللي اتمناه ان شاء الله باذن الله للفتره القادمه. باذن الله يا رب، فعلا لازم ننتظر علشان نقدر نحكم حكم سليم. ما ينفعش الحكم وفقا للاهواء او المعتقدات، لازم الواحد يشوف التجربه فعلا نجحت ولا لا، وعلى هذا الاساس يتم التقييم، ويعني اذا كنا بقى موافقين مبسوطين ولا معترضين، هنكرر التجربه دي مره ثانيه ولا لا، كل ده اكيد هيبان في نهايه تجربه يعني بيريرا مع ان شاء الله هذا الملف. طيب نعود لحضراتكم مره كمان، وخلينا دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه زي ما احنا متعودين مع حضراتكم يوميا. تكون معانا النهارده هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الهنا عليكي، وكالعاده طبعا سامعينك، اتفضلي. صباح الخير عليكي انا هوند، وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. خلونا نبدا بالفريق الاول لكره القدم. طبعا الفريق مستمر في الراحه السلبيه اللي كان منحها الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر، عشان بقى يعود للتدريبات مره اخرى يوم الاحد القادم، ويبدا الاستعدادات لمنافساته في دوري ابطال افريقيا. طبعا الراحه السلبيه
دي بسبب التوقف الدولي، بسبب طبعا مشاركه عدد من لاعبينا في معسكر منتخبنا الوطني استعدادا لمباريات طبعا جيبوتي وسيراليون ضمن منافسات تصفيات كاس العالم. طبعا بقى حلم كل المصريين وكل جماهير الكره المصريه للتاهل لكاس العالم، فبنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. ده على صعيد اخبار كره القدم. خلونا بقى ننتقل للالعاب الاخرى، والحقيقه انه النهارده يوم مهم جدا في كره السله، سواء سيدات او رجال هيكون عندهم منافسات قويه. البدايه مع سيدات كره السله، ملكات كره السله بالنادي الاهلي، واللي عندهم اولى مبارياتهم في دور النهائي من بطوله دوري المرتبط. مباراتهم هتكون امام فريق سبورتنج الساعه 8 مساء على صاله دكتور حسن مصطفى. طبعا الحقيقه ملكات كره السله ماشيين بخطى ثابته جدا في بطوله دوري المرتبط، فازوا في جميع المباريات الحقيقه سواء ذهاب او اياب. النهارده مباراه الذهاب زي ما قلت من الدور النهائي من بطوله الدوري المرتبط، مباراه العوده ان شاء الله هتكون يوم الخميس القادم ايضا على صاله دكتور حسن مصطفى، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. اما عن رجال كره السله فالنهارده عندهم مباراه مهمه وربع نهائي دوري المرتبط، مباراه هتكون امام فريق الزمالك، هتكون على صاله الزمالك. وطبعا زي ما احنا عارفين انه الديربي بين الاهلي والزمالك بيكون ليه حسابات خاصه ومباريات بيكون ليها طبعا طابع خاص. نتمنى كل التوفيق لرجال كره السله. مباراه المرتبط هتكون الساعه 4 ومباراه الفريق الاول هتكون الساعه 6 مساء، طبعا ده بعد ما قدروا يتخطوا فريق القناه عشان بقى يواجهوا الزمالك. كمان بقى خليني انوه لكل مشاهدين قناه الاهلي انه هيتم بث مباشر للمباراه على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا هيكون في استوديو تحليلي عشان بقى يناقش كل الامور المتعلقه بالمباراه، واكيد هيكون في زميلي مراسل موجود في المباراه عشان يغطي كل الاجواء، فتقدروا بقى تستمتعوا بالمباراه عبر شاشه قناه النادي الاهلي. ده على صعيد كره السله. خلونا بقى دلوقتي نروح لكره الطايره وفتيات الذهب. سيدات كره الطايره بالنادي الاهلي بيفوزوا امس على فريق دلفي بنتيجه 3-0 ضمن منافسات بطوله الدوري. حقيقه هم عملوا مباراه كبيره جدا، سيطروا على مجرياتها منذ البدايه حتى النهايه. فازوا في الشوط الاول بنتيجه 25-6، الشوط الثاني بنتيجه 25-19، والشوط الثالث والاخير بنتيجه 25-12. حتى الان سيدات كره الطايره ماشيين بخطى ثابته جدا، فازوا في جميع المباريات الحقيقه، كمان في جميع الاشواط، يعني كل المباريات خرجوا منها بنتيجه 3-0 سواء على فريق وادي دجله او اصحاب الجياد، وزي ما قلت امس على فريق دلفي. خليني افكر حضراتكم انه سيدات كره الطايره بيلعبوا مباراتين في الاسبوع، مباراه يوم الجمعه ومباراه يوم الاثنين، فطبعا بنتمنى لهم بقى كل التوفيق فيما هو قادم. اما عن رجال الماسترز فخلاص ايام قليله جدا بتفصلنا عن ضربه البدايه لبدء موسم جديد لرجال الماسترز، رجال كره الطايره بالنادي الاهلي. اول مباراه ليهم هتكون يوم السبت مساء على صالة النادي الأهلي، بيستعدوا بشكل قوي جدا الحقيقة، بقى منتظرين نشوفهم في الموسم الجديد. إن شاء الله يكون موسم استثنائي وكبير بيليق باسم رجال الماسترز، طبعا عندنا ثقة كبيرة جدا فيهم وكل توفيق ليهم بالتأكيد. نروح بقى دلوقتي للعبة كرة اليد وسيدات كرة اليد. النهاردة هيستأنفوا تدريباتهم بعد راحة سلبية لمدة 48 ساعة، طبعا كان منحها الجهاز الفني بعد فوزهم في ديربي كرة اليد للسيدات على بعد فوزهم على الزمالك بنتيجة 24-22 عشان بقى يبدأوا الاستعدادات للمباراة القادمة اللي هتكون إن شاء الله يوم السبت القادم أمام فريق البنك الأهلي. طبعا دي بقى هتكون أول مباراة ليهم في بداية المرحلة الثانية من بطولة الدوري. وخليني كمان أقول لحضراتكم أنه بعدها هيكون في توقف دولي لمدة شهر لسيدات كرة اليد، لأن طبعا يا نهواند زي ما احنا عارفين أنه معظم لاعبي منتخب مصر بيكونوا من لاعبي النادي الأهلي، ده طبعا بسبب أن لاعبي النادي الأهلي بيكون عندهم خبرات كبيرة جدا، فطبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخباتنا الوطنية وبالتأكيد للاعبي النادي الأهلي. ده على صعيد أخبار الفرق الرياضية المختلفة. كمان بقى يا نهواند زي ما بنعرض لكم دايما في 10 الصبح في الاهلي، خلوني انقل لكم الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. درجه الحراره دلوقتي 25، الاعضاء بالفعل متواجدين في النادي، يمكن الاعداد كمان بتتزايد عبر الساعات القادمه. كل الاعضاء اللي بتتابعنا تقدروا بقى تيجوا وتستمتعوا باليوم في اجواء مميزه جدا. طبعا يا نهواند معاكي لو عندك اي استفسارات، والان العوده ليكي مره اخرى في الاستوديو، تفضلي. تغطية كالعادة منك يا هنا، والله متألقة جدا فيها، أشكرك جدا جدا زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم.
طيب من اخبار النادي الاهلي خلينا نتعرف على اكثر 5 مدربين المان فوزا بالالقاب في تاريخ في كمان عالم كره القدم تحديدا من خلال الفيديو جراف التالي. الفقرة الأولى هنختمها مع حضراتكم ببعض التدريبات الرياضية الخاصة مع كابتن مصطفى النوبي من النادي الأهلي بالجزيرة، وبعد كده نرجع مرة تانية عشان نستقبل أولى ضيوفنا. خليكم معنا. صباح الخير على كل جماهير وأعضاء النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة من جيم الرجال النادي الأهلي بالجزيرة هنتكلم عن عناصر اللياقة البدنية. إيه هي اللياقة البدنية؟ هي قدرة الفرد على ممارسة اللياقة البدنية طبقا للعبة الممارسة. وهنتكلم عن عناصر اللياقة البدنية، وعندنا هي قوة، سرعة، مرونة، رشاقة، تحمل، توافق، توازن. كل دي عناصر لياقة بدنية. النهاردة هنتكلم عن عنصر التوافق وعنصر الرشاقة. طب ايه هو التوافق؟ التوافق هو القدرة على التحكم او التنسيق بين حركات اجزاء الجسم اثناء الحركة. هنبدأ اول حاجة بتمرين التوافق. لو انا هستخدم للور بادي هيبقى تبادل على الستيب. ممكن بعد كده اشتغل سايد. ده كده عنصر توافق للور بادي. عندي بعد كده ممكن استخدم بالدمبل. لو انا هستخدم عنصر التوافق ممكن اشتغل لاترال ريزز مع فرونت ريزز. طبعا صعب التمرين شويه، اشتغل لاترال ريزز مع فرونت ريزز، لاترال ريزز مع فرونت ريزز واعكس. ده كده عنصر التوافق. عندنا بعد كده عنصر الرشاقة. ايه هي الرشاقة؟ هي القدرة على حركة الجسم مع الحفاظ على السرعة والاتجاه. طيب ايه هي تمارين عنصر الرشاقة؟ ممكن ابدأ بهايني، باكينج، او جامب. كل دي تمارين لعنصر الرشاقة. طب انا لو عايز ادمج بين عنصر التوافق مع الرشاقه ممكن ابدا اعمل تمرين رباعي. عندي بعد كده جامب جاكس. ممكن ابدا جامب جاكس امامي. لو صعب التمرين اخر حاجه وعايز ادمج بينهم كلهم ممكن ابدا رباعي مع جامبنج جاكس مع امامي. كده انا دمجت بين عنصر التوافق مع الرشاقه بمجموعه تمارين، وممكن ابدا صعب التمارين حسب مستوايا وحسب استجابتي. وبكده تكون خلصت فقرتنا من جيم رجال النادي الاهلي. كان معكم الكابتن مصطفى، واشوفكم في يوم جديد وصباح جديد من قناه الاهلي. صباح الخير. نتكلم عن منتخب مصر للسباحه البارالمبيه، لازم نتكلم عن النتائج كمان الهائله اللي هم محققينها على كل المستويات. انت بتتكلم 6 ميداليات في بطوله مصر الدوليه للسباحه البارالمبيه اللي اقيمت في العاصمه الاداريه الجديده، قلنا لحضراتكم من كام يوم. هنتكلم عن البطوله دي والتحديات اصلا اللي بيواجهوها واللي بتواجهها السباحه البارالمبيه بشكل عام. بس خلينا في البدايه نرحب بضيوفنا كابتن شريف حبيب المدير الفني للمنتخب الوطني للسباحه البارالمبيه، وهو اهلاوي ولاعب اهلاوي وقصه كبيره جدا، مدير فني اهلاوي سابق. صباح الهنا يا فندم. صباح اهلا بيك. ونجمتنا وبطلتنا ملك عبد الشافي صاحبه برونزيه 50 متر ظهر سباحه بارالمبيه، يعني صباح الهنا ومنورانا بجد والله. انا سعيده بيكي جدا، كلنا كمصريين سعداء بالنتائج اللي احنا سمعناها اصلا في البطوله الاخيره. يعني ملك اسمح لي بقى كابتن شريف هبدا بملك. طبعا طبعا هي البطله. ملك بصي قبل اي حاجه، الناس اكيد حابه تعرف مين ملك، مين بطله مصر للسباحه البارالمبيه، وابتدت
عندك كام سنة والقصة بقى البداية أصلا والتحديات اللي كنت بتواجهيها؟ خلينا نسمع منك. أنا ملك حسين، عندي 20 سنة. بدأت السباحة من وأنا عندي 5 سنين والحمد لله، ودخلت المنتخب من 2014، ومن ساعتها الحمد لله دلوقتي بقت 16 ميدالية دولية وعالمية، والحمد لله كنت أول سباحة مصرية وعربية وأفريقية تتأهل للفاينلز في طوكيو 2020 في بارالمبيكس. الحمد لله، والحمد لله صاحبة الرقم الأفريقي الحمد لله. ما شاء الله بجد والله، يعني تاريخ كبير مع سن صغير نقدر نقول، يعني حاجة طبعا محترمة. طب إيه اللي دخلك السباحة أصلا؟ إيه اللي حببك فيها؟ السباحة زي ما المعروف عنها اللي هي بتبقى كعلاج طبيعي. يعني أنا في الأول كنت بقى عشان مستخدمة الكرسي المتحرك، كان الأول علاج مائي، فاتقال لي إن هو الأحسن إن أنا الأحسن مع العلاج الطبيعي العادي العلاج المائي. فدخلت السباحة أساسا اللي هو علاج مائي وخلاص، بس بعد كده اكتشفت إن أنا أقدر أعوم. لقينا بطلة بقى، اكتشفنا بطلة. ما شاء الله بجد. كابتن شريف، خليني أبدأ مع حضرتك برضو. حضرتك يعني ليك باع كبير جدا في الرياضه دي تحديدا، وزي ما كنت بتكلم حضرتك اهلاوي ولعبت في الاهلي ومرنت في الاهلي وغيره. خليني ابدا من هنا وبعدين اخش تحديدا على ايه اللي حبب حضرتك انك تخش هذا المجال وتهتم بالملف البارالمبي والرياضه البارالمبيه وتحديدا السباحه. هو انا في بداياتي ما بدات امرن كنت بمرن في نادي الصيد. وكان امين صندوق نادي الصيد العميد يوسف عبد العزيز هو امين صندوق. الله يرحمه طبعا. هو امين صندوق اللجنه البارالمبيه. هو اللي صمم ان انا اشتغل. انا بقالي 30 سنه بدرب المنتخب البارالمبي، سبته شويه لما سافرت الامارات ورجعت. فانا يعني هو اللي كان السبب اخش. وبعدين بقى الموضوع لطيف جدا بالنسبه لدراسه، انا خريج هندسه، الشغل معاهم ليه علاقه جدا بالبايوميكانيكال فلويد، لان هو لدرجه كل اعاقه فيهم محتاجه تكنيك مختلف شويه عشان يقدر يعمل كاستمايز مع التكنيك مع الاصابه. فحسيت انه فيها شيء بقى من الايه، الواحد بيبقى مستمتع وبيمرن، غير العلاقه اللي معاهم بتبقى علاقه، يعني انا بحس ان انا ببقى سعيد معاهم جدا وانا بشتغل معاهم. حلو جدا. اكيد الفرق كمان على مدار السنوات اختلف فيها طريقه التمرين وكمان البوتنشال الموجود وغيره. يعني خليني اعرف منك برضو، يعني مالك صغيره مش كبيره طبعا، ابتدت كمان ما هيش صغيره قوي في السن، فاكيد في جاب كبير بين الوقت اللي حضرتك بدات فيه وحاليا، مع طبعا وده مترجم في النتائج اللي حصلنا عليها. هو الحقيقه المنتخب السباحه البارالمبي ده كان حصل له طفره كبيره قوي لحد اولمبياد اتلانتا، وبعديها بطوله العالم في نيوزيلند، وبعدين حصل دروب شويه في المنتخب. كان هم حققوا نتائج كبيره جدا، كان عندنا ابطال عالم وسباحين جامدين احنا في اتلانتا، وخدنا ميداليتين في الاولمبياد. لكن حاليا الجيل ده هو جيل بيرجع التاريخ تاني، وهم الحقيقه متميزين جدا ومهتمين جدا، واحسن حاجه فيهم ان هم ولي وديكيت متعلمين كويس، يعني ملك في جامعه امريكيه، مجموعه الاولاد فهم فاهمين بيعملوا ايه واب تو ديت ومتابعين كل حاجه. فلازم المدرب بيتعامل معاهم لازم يحترم عقليتهم ويحترم ان هم فاهمين كويس. النقطه دي مهمه جدا على فكره، وفكره كمان ان انت بتدرسي وناجحه طبعا في بالانس او بتوازني بين ده وده، وفي نفس الوقت بطله كبيره يعني بارالمبيه مصريه، برضو ده مش سهل يا ملك. اكيد في عدد ساعات معين لازم تتمرني فيه، وفي جدول معين لازم تلتزمي مع كمان تكلمي عن الاي سي او الجامعه الامريكيه، برضو من الجامعات الصعبه جدا مش سهله ابدا، فبتحتاج كمان اتندنس وحضور بشكل كبير. فيعني خلينا نسمع منك. هو انا كمان برضو هندسه انجينيرنج. واو، يعني ده مش واخده مثلا حاجه ارت بتاع كمان يعني. فهو فعلا يعني انا بنبدا يومنا الساعه 5 الصبح وافضل لحد الساعه 8، ولحد الساعه 8 اليوم بيخلص، فبيبقاش فيه وقت للراحه يعني. مفيش وقت تعملي حاجه ثانيه. انت عايشه مع اهلك طبعا، البدايه بتاعتك لما كنت بتروحي علاج طبيعي وكان الموضوع قلب ان احنا لا محترفين وهنلعب بشكل يعني احترافي وبعد كده بقينا ابطال، مين اللي كان معاكي في الفتره دي؟ ماما مليون في المئة. يعني كانت ماما بتروح توديني للتمرين، بعد كده تروح الشغل، وبعد كده تجيبني تاني توديني التمرين. هي اللي كانت مسؤوله عن كل حاجه. هي ماراثونيه يعني. وبابا كان فين؟ بابا
في الحادثه اللي عملت الحادثه في الخمس ساعه ما كان عندي 5 شهور، الحادثه دي حصل لي انا شلل نصفي وبابايا توفى. انا اسفه جدا، انا كنت دي اصلا الاصابه عندك كانت حادث. تمام. طيب خليني اروح مع حضرتك بقى ونتكلم عن البطوله. تعالوا بقى نتكلم عن البطوله، اللي انتوا عاملين شغل محترم جدا، والتحديات اللي كانت قبل البطوله وبعد كده في البطوله، ايه اقوى المنتخبات اللي واجهتوها؟ انا السؤال ده لملك وليك برضو كابتن شريف، والاستعدادات اللي كنت بتجهزهم ليها، وبعد كده لما فزنا بقى ب6 ميداليات، ده رقم مش صغير ابدا. انا هبدا بكابتن شريف يا ملك، وبعد كده هجيلك في النقطه دي. هو اول حاجه، انا بالفتره الكبيره اللي اشتغلت فيها مع السباحه البارالمبيه، كان بالنسبه ان احنا نعمل حلقه من كاس العالم في مصر، ده كان حلم صعب المنال. طبعا اول حاجه ما عندناش الفاسيلتيز في حمامات السباحه ان احنا نعمل كده، ما عندناش الكوميونيكيشنز وما نقدر ناخد البطوله. فالحقيقه ده انجاز كبير جدا جدا للجنه البارالمبيه وللوزاره والقياده السياسيه ان احنا نعمل بطوله زي دي، لان هم ليهم رولز قويه جدا، لان الناس اللي بتيجي سبيشال نيدز محتاجين دخول البسين بطريقه معينه وطلوع الفاسيلتيز في الحمام. فان احنا نعمل بطوله وتبقى حلقه من حلقات كاس العالم، ده انجاز بالنسبه لي. كان انا بالنسبه لي انا ده انجاز كبير جدا، انا سعيد بيه ان اللجنه قدرت تحقق كده. صحيح. يعني احنا فخور بكده. بالنسبه للسباحين، احنا المره دي احنا طبعا كل ما بنيجي نسافر احنا بنسافر بناء على ارقام تحليليه. احنا السباحه البارالمبيه تختلف شويه عن الرياضه السبيشلز، لان في حاجه اسمها رياضه احتياجات، الرياضه السبيشال نيدز يعني. لا، في رياضه اللي هم بيقولوا عليها هم سبيشال، اللي هم الاحتياجات، دول بياخدوهم رياضه نوع من انواع الترفيه شويه. لكن الرياضه البارالمبيه احنا لينا منافسات وارقام ولازم نحققها عشان نسافر. فلما نيجي نسافر العدد اللي بيشاركوا قليلين، فاحنا المره دي قدرنا ندخل عدد اكبر من السباحين. احنا شاركنا مجموعه كبيره من السباحين ومن الناشئين، فده ساعدنا. فانا سعيد بكده جدا ان انا في ادينا فرصه لاولاد ثانيه صف ثاني ينزلوا البطوله. هايل جدا. مالك بقى بالنسبه لك البطوله دي كانت ازاي؟ كنت قلقانه ولا لا؟ المنتخبات اللي كنت خايفه منها، خلينا نعرف. يعني كون ان البطوله كانت في مصر، فدي كانت مدينا قوه. يعني احنا مع في ادفانتج ما كانتش موجوده عندنا قبل كده. صحيح. يعني فكون البطوله كانت في مصر يعني كانت مساعدانا، يعني كنا اللي هو احنا اصحاب الارض يعني. يعني بص، ملك على فكره لذيذه جدا والله بجد، ما شاء الله يعني. يعني كنا داخلين وكنا يعني لو في قلق ان هو ان احنا يعني في ضغط علينا او توتر، لا ده مش موجود. حلو قوي. يعني في حاجات كتيره كنا عشان خاطر نسافر في ضغط بنعمل عشان خاطر نقدر نسافر. بالزبط. دلوقتي خلاص دي ما بقتش موجوده. حلو. فده رقم واحد، ان احنا مطمنين على ارضنا وسط اهلنا وسط جماهيرنا. حلو. فالحمد لله يعني البطوله كانت في صفنا يعني. ايوه. ولما جيتي بقى المنافسات بقى، عملتي استعداد اكيد قبلها بشكل كبير جدا، اكيد كابتن شريف كان بيعدكم برضو بشكل كبير. بعد كده كان يوم بقى البطوله وكل مره كنت بتنافسي فيها، خليني اعرف منك كنت قلقانه من مين؟ يعني هي دايما يعني انا بالنسبه لي الاسبان والايطالي هم اصعب ناس. بس البطوله دي يعني وورلد سيريز دي دايما بنسافرها، تقريبا بنسافرها كل سنه، بيبقى يعني ممكن نجيب ميداليات في بطولات العالم، بس ما نقدرش نجيب ميداليات في الوورلد سيريز، لان بيبقى كل الفئات الطبيه بتشارك في في في, في يعني بتحاسب النتيجه على كل الفئات الطبيه، وبياخدوا احسن 3. في بطولات العالم بتحسب على الفئه الطبيه بتاعتها احنا بس. فالبطوله دي بيكون من صعب جدا، يعني مش بنكون داخلين اصلا مش بنفكر ان احنا ممكن نجيب ميداليات. ففكره ان احنا جبنا ميداليات في البطوله دي، فدي ده انجاز كبير كنا بنحلم بيه. بعدنا جدا. لا بجد ما شاء الله عليكم. وانا عايزه اقول حاجه واخد رايك فيها برضو كابتن شريف بصراحه، لان كلنا ملاحظينها. يعني لما بنيجي نتكلم على اولمبياد وبنتكلم على بارالمبياد، لا يعني ابطالنا البارالمبيين بيحققوا عدد يمكن اضعاف الابطال اللي في الاولمبياد العاديه. ف مش عارفه ايه التفسير، يعني هل هم عندهم عزيمه اكبر؟ هل في استعدادات اكبر، معسكرات اكتر، اهتمام اكبر؟ يعني حاجه مش مفهومه لحد دلوقتي، لو تفسرها لنا. ايه سبب ان فعلا ابطالنا على المستوى البارالمبي في كل الرياضات متفوقين جدا بهذا الشكل؟ يعني هم طبعا بيبقى عندهم اصرار اكتر وعندهم تركيز اكتر ومفرغين حياتهم لموضوع الرياضه،
بس يعني انا عشان بس انا راجل محايد لان انا بمرن دول وبمرن دول. بس احنا هنتكلم لغه الارقام، البارالمبي عامل ارقام ميداليات اعلى طبعا، يعني ده الواقع طبعا. بس هو لو بصيت على الالعاب يعني هتلاقي في رفع الاثقال، هتلاقي الحاجات يعني احنا رفع الاثقال في البارالمبي حاجه قويه جدا. اه طبعا كان معانا بطلنا من يومين يعني احنا حقيقة. عندنا شريف وعندنا فاطمه، دول حاجات اسطوريه يعني. فيعني السباحه احنا ان شاء الله راجعين نعمل كده، وانا شايف برضو في تطور كبير في الرياضه الاولمبيه عامه، فان شاء الله في باريس يعملوا حاجه كويسه. حلو جدا. انا عايزه بقى مالك برضو عشان اكيد مهم ان احنا نعرف اللي جاي. انت هتخلصي جامعه تقريبا كمان سنه صح كده؟ لا لو عندك 20 كام هتخلصي كمان قد ايه؟ لا انا لسه اول سنه اوكي. عندك 4 سنين كمان لسه دراسه، مع طبعا التمرينات والتدريبات اللي انت فيها، وان شاء الله مزيد من البطولات كمان. بعد كده مالك شايفه ايه بقى؟ هتكمل تبقى في السباحه بس تحديدا، ولا عايزه بجانب ده في هدف معين عايز توصلي له؟ هل برضو ممكن نفكر مثلا في احتراف؟ يعني خليني اعرف. يعني هو الرياضه البارالمبيه عمرها طويل، بيكون صح. بيكون حد عنده 40 و50 سنه وبيكون لسه بيعوم، فاللي انا ان شاء الله بحاول اقدر اعمله. احنا لسه قدامنا كتير. اللي انا اكون طبعا السباحه هي الاولويه ومعها الدراسه يعني. فانت عايزه تكملي في المجال ده كويس جدا. اكيد طبعا. حلو ده. طيب انا عايزه برضو اروح مع حضرتك كابتن شريف لنقطه مهمه جدا. الاستعدادات اللي قبل تحديدا اولمبياد باريس وبارالمبياد باريس او بارالمبيكس يعني الخاصه بباريس 2024 باذن الله، اكيد من دلوقتي ويمكن مش من دلوقتي، من دلوقتي بنفنش الاستعدادات، هي اكيد بدات من بعد طوكيو، بتتطلب وقت، بتتطلب شق مادي كبير جدا، وبتتطلب زي ما حضرتك اضعاف كمان ما ممكن الاولمبيات العاديه وابطالنا في الاولمبيات بيبقوا محتاجين. هل ده بيتم توفيره بشكل كبير؟ هل في مشاكل لحد دلوقتي؟ هل المعسكرات دي بتبقى بس في الداخل مش في الخارج؟ هل احنا محتاجين معسكرات خارجيه؟ يعني خلينا نفهم من حضرتك الاستعدادات شكلها ايه تحديدا. هو طبعا موضوع المعسكرات ده ريليتد للحالات بتاعه الفرقه، يعني احنا حاليا فرقه السباحه اعتقد ان احنا بنعمل معسكرات مفتوحه جوه مصر كويسه، لكن احنا بنحتاج نشارك في بطولات اكتر. احنا البرنامج بتاعنا ان شاء الله احنا هنشارك في 3 بطولات قبل باريس. احنا عندنا 3 سباحين منهم ملك متاهلين لباريس، واثنين قريبين قوي. يعني ملك بشكل رسمي اوفيشلي خلاص اتاهلت بنسبه كبيره؟ هي جابت الرقم. احنا اوكي بس يعني فاضل الخطوه الاخيره في فبراير هيبعتوا لنا الكوته بتاعتنا، لكن هي جابت الرقم. هي لا يعني هي دخلت فاينل في طوكيو، فاحنا املنا فيها كبير ان شاء الله. وعندنا 2 كمان أو 3 ان شاء الله، فاحنا يعني بنخطط ان يكون عندنا. وفي الريلي بننزل ب4، فاحنا السنه اللي فاتت في طوكيو رحنا سافرنا ب4، عندنا امل المره دي ان عددنا يزيد شويه ان شاء الله. وعندنا بلان ان احنا ننزل 3 بطولات، وبنعمل معسكرات مفتوحه لان هم بيحتاجوا برضو رعايه من اهاليهم شويه طبعا. شويه كتير ده الاساس. فالمعسكرات المقفوله بتبقى متعبه للاهالي اكتر من السباحين. فاحنا بنحاول، وبرده المعسكرات الكبيره دي ساعات بتبقى ليها سايد افكت صعب شويه، ان الواحد بيحب ينام في السرير وبيحب يقعد يعمل الحاجات اللي هو بيعملها في بيته، ليه كده طقوس معينه. فاحنا بنحاول ان احنا يعني نعمل بالانس بين الاثنين. وبعدين هم تمرينهم 6 فترات كفايه جدا، لان هم بيعتمد يعني واحده زي ملك هي بتعتمد على النص الفوقاني بس الدراعات. فما ينفعش نقعد يزيد بقى احمالنا اكتر من كده زي السباحه العاديه ب8 و9، يعني بيبقى ليها موضوع. لكن هي احنا مكملين تمرين، متمرن على طول كل يوم الفجر تلاقيهم كلهم جايين داخلين بيتمرنوا، يعني بوزيتيف انرجي رهيبه لو شفتيهم هم داخلين على التمرين. يعني 5 الصبح تلاقيهم داخلين كلهم عندهم كلهم حماس. خليني اروح مع حضرتك برضو النقطة مهمة بصراحة ومرتبطة بالسؤالي الأخير. مش كل الرياضيين سواء على المستوى البارالمبي أو الأولمبي بيبقى عندهم نفس القدرات المادية. هل بيتم الاعتماد على يعني خلينا نقول اللاعب ده تحديدا في بعض الامور الخاصه بالسفر او المعسكرات او غيره؟ لان طبعا بيتطلبوا بطبيعه الحال، يعني خليني اقول مثلا لو هنتكلم تحديدا على المعسكرات، انت لازم يبقى في تغذيه، لازم يكون في خبير احمال، لازم يكون في يعني جهاز فني متكامل. خلينا نقول هل ده متوفر ولا الموضوع معتمد على ان لو حد قدراته الماديه جيده هو بيقدر يجيب ده من الخارج معتمد على نفسه؟ انا شايف حاجه بتضحك بس لا هو يعني واضح ان ده بيحصل. لا هو سؤال صعب شويه. بص انا خلينا بس عايزين نجاوب بصراحه. احنا في الرياضه الحقيقه يعني الاهالي ليها عامل كبير قوي في الدعم.
حتى في الدعم المادي طبعا كمان. حتى لو احنا الاتحادات او اللجنه الاولمبيه او البرلمانيه دعمت لازم الاهلي شويه. يعني مثلا احنا لو وفرنا جهاز فني وقلنا تمرين في مايوهات بقى وفي اكل وفي لو احنا طالعين سفريه فهي لازم مامتها تطلع معاها علشان تبقى سبورت يعني فتطلع على حسابها. فيعني برضو يعني لو مرافق من الاهالي ده طبيعي يطلع على حسابه، بس لو مرافق كحد من جهاز فني لا مهم بنطلع لا على حساب اللجنه لا بنطلع طبعا. انا قصدي اقول ايه، ان الموضوع مشاركه يعني اللجنه البارالمبيه او حتى اللجنه الاولمبيه او حتى الاتحادات بتساهم، ولازم في شويه عبء لان المايوهات غاليه جدا، مايوهات السباحه غاليه جدا. التغذيه طول السنه دكتوره التغذيه بتحط سيستم يعني، فالموضوع الاثنين مع بعض في شراكه في الموضوع ده. طيب برضو لو انا هروح مع حضرتك وفكره هنا يعني نقارن نفسنا بالخارج، لان الواحد دايما عايز يعرف هل السيستم ده عندنا احنا فقط ولا بتعاني منه برضو بعض الدول الاخرى، ولا الوضع كده اصلا في العالم كله؟ يعني هل في الدول زي اسبانيا، ملك ذكرت ان اسبانيا من الدول المتقدمه جدا في السباحه البارالمبيه، هل هم نفس السيستم ولا الوضع مختلف؟ كله نفس السيستم، مفيش حد بيدعم بنسبه 100%. العالم كله راح للسبونسر. احنا ما عندناش سبونسرز ليهم؟ لا بدا يبقى في عندهم سبونسر وابتدى يجي لهم. على مستوى فردي ولا على مستوى المنتخب؟ في يعني هو على فردي، بس لسه بنبني العلاقه. السبونسر ده علاقه، لسه بيبنوا العلاقه، فهو الديل بيبقى بسيط شويه. لكن اللجنه برضو ابتدت الفكر بتاعها ابتدى يبقى فيه سبونسر. يعني هو مفروض الرياضه هو شراكه ما بين الحكومه او اللجنه او الوزاره والمجتمع اللي هو الشركات الوطنيه والاهالي، هي اساسا اللي بتصنع البطل في الاول، فهو شراكه بينهم. هو انا هتفق معاك في الشق الاخير، الاهالي لهم داعم كبير جدا وهم الاساس، ولكن ما اقدرش ان انا احط ده قوي على الاهالي، لان في اهالي زي ما كنت بقول امكانياتهم الماديه لا تسمح يعني. أيوه. وده ما يعيبهمش. لا ففي لا ابطال فعلا امكانياتهم. ما هو حضرتك سالتيني سؤال، اذا انا بجاوب بصراحه. لا طبعا اللجنه بتدعم، بتوفر مدربين، بتوفر مكان تدريب، بتوفر سفريات، لكن مش بشكل كامل. السبونسر مش بشكل كامل، واحنا لينا حدود اللي بنعمله. والسبونسر ابتدى يدعم والاهالي بتدعم، فكله حتى في الرياضه عامه في كل الالعاب مش في اللجنه البارالمبيه، كله بيدعم لان كله يساعد، لان دي حقيقه. لان انا مش هقدر مثلا اقول لو انا عملت ميزانيه للاولمبياد كل حاجه من المايول اللبس لكله كله كل الموضوع مش سهل قوي. يعني في حاجات كفايه ان احنا نقدر نوفر لهم بطولات، نطلعهم دعم، نوفر لهم اجهزه، في اهتمام يعني الميزانيه بتبقى كبيره جدا فعلا. بيبقى معاهم مرافقين هناك عشان يساعدوهم في الطلوع وفي النزول وفي يعني لان انا كنت يعني استضفت برضو بطله بارالمبيه قبل كده، بس انا مش هذكر الاسم لو تسمح لي يعني، بس اليوتيوب موجود والحلقه موجوده. وهي كانت بتتكلم ان كانت بتعاني، وهي كانت محرجه، وهي حتى بتقول عشان كده مش عايزه اكرر الاسم، لكن هي كانت بتحكي ان هي كانت محرجه لان لما كانت هناك في طوكيو ما كانتش لاقي حد يساعدها ان هي تقعد على الجهاز، عشان يعني بتقول لي احنا ما كانش عندنا حد اصلا في البعثه بتاعتنا، جاي حد من بره عشان يساعدني. فساعتها كان في علامه استفهام كبيره جدا انا وكريم وقتها، قلنا لها ازاي يعني، هل البعثه بتسافر بتاعتنا في نواقص معينه في كوادر كمان المفروض تكون مهمه في الجهاز الفني؟ يعني هو الرياضه البارالمبيه بتدي فيه لكل اعاقه، بتدي ليها بتسمح لها بالسبورتر او الهيلبر اللي بيساعدها. احنا عندنا في السباحه في سباحين بيبقوا محتاجين واحد بس ينزل معاهم على الستارت، في اثنين على حسب درجه الاعاقه عشان يشيلوا ويحطوا، ودول بيسافروا بقى مع البعثه. المفروض ان احنا بنسافر، بس طبعا احنا السفريات بتاعتنا العدد اللي بيتأهلوا زي ما قلت لحضرتك في الاول وثلاثة أربعة، بيطلع معاهم ثلاث مدربين، وبعدين هم كمان الاهالي بيبقوا طالعين بيرعوهم في الاوضه في الاوتيل. فاحنا يعني بنحاول نمانج كله مع بعض يعني. المهم ان النتائج رائعه والمشوار لحد دلوقتي ناجح جدا، ونتمنى مزيد من التالق. وهرجع اقول لك يا ملك تاني، انت منورانا دلوقتي، لكن بجد بعد ان شاء الله باريس 2024 انا منتظره ومتوقعه جدا ان انت هتكوني جايه وبنستضيفك وانت حاصله على ميداليه. يا رب. فحطي الهدف ده في دماغك لانك هتقدري. انا شايفه
شخصية على فكرة، يعني سيبك من هي لطيفة جدا وكده، بس في طموح وانت في نفس الوقت لا يعني مش بطلة بالصدفة انت، يعني وان كانت بدأتي بالصدفة لكن انت عملتي مشوار برضو كبير جدا، حتى رغم زي ما كنت بقول في بداية الفقرة صغر سنك يعني. فبإذن الله ربنا يوفقك. بس قبل ما نختم برضو عايز اسمع منك، حابة تقولي بقى للناس ايه، وعايز حابة تقولي للناس اللي هي او لبعض العائلات اللي عندها يمكن برضو بعض الاطفال او بعض الكوادر الموجوده اللي بيبقوا بيعانوا يمكن من حاجه مشابهه وشايفين ان الحياه وقفت، يعني من واقع بقى تجربتك وانت دلوقتي اللي سمعناه منك، انت مريتي بحاجه على فكره مش سهله ابدا، حاجه فعلا صعبه وحاجه فعلا مؤلمه، لكن قدرتي تخرجي منها وتبقي بطله وبدعم طبعا. وهرجع اقول تاني تحيه كبيره جدا، واكيد هي بتتفرج علينا والدتك، يعني شخصيه محترمه وام فعلا لو اتقال مثاليه، يعني يا ربنا يفرحك بملك فعلا كمان وكمان. يعني خلينا نسمع منك وتبقى زي رساله بتوجهيها. انا الحياه يعني الحياه ما بتقفش، الله يعني هي حصل كده، الحياه مش هتقف للاسف يعني. فانت فلازم يعني حتى لو يعني في سلالم، معلش هننزل هنستخدم اي وسيله، في اسانسيرات برضه، في 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 يعني ممكن دايما ننط بقى لو من بلكونه لو ما فيش حاجه يعني هنلاقي سلم وهننزل كده كده. مع كل ده في دواء يعني، حتى لو شايفين ان دي اخر الحياه، مش ما بتكونش اخر الحياه، فلازم بنشوف طريقه ثانيه اللي هو نتصرف بيها ونكمل بيها الحياه. الله عليكي والله يا ملك، بجد جميله جميله ما شاء الله بجد، ربنا يوفقك. وانا بشوف بعض الضيوف، بيجي لي ضيوف كتير جدا، في منهم الناس اللي فعلا الواحد بيبقى شايف فيهم يعني لسه انجازات كبيره، وانا اتوقع لك نجاح كبير جدا، ربنا يوفقك باذن الله. شكرا جدا، اشكرك يا ملك جدا، اشكرك كابتن شريف، وهرجع اقول تاني مجهود محترم جدا، وقصة ان حضرتك مهتم برضو بالملف ده شيء اكيد يحسب ليك على صعيد طبعا يعني الصعيد الشخصي، وفي نفس الوقت على المجهود اللي حضرتك بتقدمه للمنتخب واسم مصر، اكيد لما يترفع في اي محفل دولي ده اكيد بيسعدنا كلنا. انا بشكرك وسعيد ان في قناه الاهلي البيت الكبير بتاعنا كلنا. طبعا وطبعا انا الفرقه دي وملك والسباحين دول انا ببقى سعيد وانا معاهم جدا جدا جدا، ان هم صوره مشرفه للرياضي. وبعدين السباحه بالنسبه للسبيشال نيدز ده المجال اللي بيحسوا بيه بحريتهم في المايه، فانا بدعو كل الناس ان هم يلعبوا سباحه. وزي ما ملك قالت يمكن هختم حضراتكم، الحياه ما بتوقفش، دي حقيقه. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. صباح الهنا. صباح الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي طبعا، وان شاء الله يبقى يوم جميل ولطيف على الجميع. انا عايزه كواليس بقى النهارده، وعايزه اخبار حصريه طبعا لو عندك، وهبدا معاك نبدا بالمنتخب الاول، نروح للمنتخب الاول. اوكي. احنا يمكن اتكلمنا عن التحديات اللي بتواجه منتخبنا الاول، واتكلمنا عن ان احنا دايما في ضربه البدايه عندنا مشكله في تصفيات المونديال، معرفش ليه حاجه كده غريبه شويه. اتكلمنا ان احنا هنواجه جيبوتي على ارضنا، وهنواجه سيراليون في ليبيريا، لكن المجمل ان انت عايز تطلع بست نقاط. كلام محترم جدا. انا بدات امبارح مفروض اولى المعسكرات والتدريبات على استاد القاهره، وباذن الله مكمله كمنتخب، باذن الله مكمل، ومفروض حسب برضو المعلومات في المنتخب كله كامل العدد، كل المحترفين متواجدين. فخليني اعرف منك رؤيتك حتى هذه اللحظه ان شاء الله لاولى المباريات اللي لازم تكون ضربه بدايه برضو جيده. يعني خلينا البدايه نتكلم طبعا ان تصفيات كاس العالم دي هي اول تصفيات في التاريخ منتخب مصر بيلعبها في وجود النظام الجديد لكاس العالم، اللي هو بقى 48 منتخب، ولاول مره ما بقاش عندنا المفروض يعني ما بقاش عندنا مشكله في تصفيات كاس العالم، لان دلوقتي بيتاهل 9 منتخبات مباشره الى كاس العالم من افريقيا، وفي فرصه كمان لمنتخب 10 ان هو يتاهل، يعني في نصف مقعد كمان زياده، يعني المفروض منتخب مصر هو اوريدي من اول 9 او 10. اللوجيك يقول كده يعني بالظبط، حتى المجموعه اللي اتحطينا فيها مجموعه برده يعني كنا نتمنى ان احنا نتحط فيها حتى في تصفيات كأس الأمم الإفريقية مش تصفيات كأس العالم. فالموضوع المفروض أنه أصبح مش سهل، أصبح في منتهى السهولة لو بنتكلم على منتخب مصر. مفيش غيانة، مفيش نيجيريا، مفيش المغرب، ده احنا مرة وقعنا مع الجزائر والمغرب والسنغال الثلاثة في 2002 يعني، وتعادلنا مع ناميبيا اللي هي المفروض كانت حصلها، واحنا رجعنا كسبنا هنا 8. فماتش ناميبيا ده كمان دايما بيجي في ذهني كده لما اشوف فرقة سهلة بنلعبها، يعني احنا دلوقتي جيبوتي يعني المفروض نكسب 7-8 المفروض. سيراليون المفروض هنروح نكسب هناك على الأقل يعني 1-0، يعني مش هنقول نكسب سكور، لان عارفين اللعب بره في افريقيا غير اللعب بره في اوروبا، يعني احنا عندنا لاعبين محترفين دلوقتي الله، يعني بنتكلم في صلاح ومرموش ومصطفى محمد، ثلاثه محترفين وثلاثه متالقين في الدوريات الاوروبيه، ثلاثه من الدوريات الاوروبيه الخمسه الكبرى،
وبالتالي المفروض يبقى اللعب بره ما فيهوش مشكله. لكن انت لما بتلعب في سيراليون بتلعب في اجواء مختلفه، بتلعب في افريقيا غير لما بتلعب في اوروبا، نوعيه الملاعب، نوعيه الطقس، الرطوبه، كل الحاجات اللي بتعاني منها من زمان. وعدد ساعات الطيران تقريبا 8 ساعات برضو هيبقى فيه مشكله شويه في الضغوطات، مشكلة يعني نتوقع انه هيبقى فيه اجهاد، ده لازم طبعا، ووقت قليل جدا ما بين الماتشين، يعني 3 4 ايام ما بين الماتشين، فالموضوع هيبقى صعب. لكن جيبوتي، جيبوتي في القاهره لازم طبعا، مش نكسب بس، لان نكسب بس دي هتبقى مشكله. يعني لو كسبنا لازم هاي سكور طبعا زي ما بتقول، لازم هاي سكور، لان السكور ده ممكن ينفعك بعد كده. كمان لازم يبقى في اداء مطمئن شويه، لان يمكن الماتش الوحيد اللي الجمهور كان حاسس ان المنتخب متماسك فيه شويه كان ماتش ودي امام الجزائر اللي انتهى بالتعادل 1-1. ما لعبناش كوره حلوه، لعبنا كوره شبه شويه بتاعت كيروش وبتاعت كوبر، اللي هو تقريبا احنا ما عندناش غير الحل ده دلوقتي، ان احنا بنتراجع للدفاع وبنقدر نطبق الكونتر اتاك او الهجمه المرتده بشكل كويس، بنستغل ان عندنا لاعبين هدافين على اعلى مستوى زي محمد صلاح، زي مصطفى محمد، مرموش، تريزيجيه قبل كده. الحقيقه لعيبه كتيره جدا مميزه في منتخب مصر في الانهاء، وان كان دايما اللي بيسجل برده بنجيب، زي حمدي فتحي مثلا المباراه اللي فاتت، قبل كده محمد عبد المنعم، بنلاقي اللاعبين كمان لاعبي خط الوسط والمدافعين هم اللي بيسجلوا كمان الاهداف، سواء من الركلات الثابته او من الضربات الركنيه. فهي طبعا ضربه البدايه مهمه جدا، ويمكن زي ما انت قلتي دايما الماتش الاول بيبقى متذبذب، يا اما بنكسب بسكور، يا اما بنتعرض فيه لتعثر مبكر جدا، وده غالبا بيبقى سبب في عدم تاهلنا طبعا بعد كده لكاس العالم. ويمكن بالصدفه يعني اول مباراه لعبناها في تصفيات كاس العالم 1934 كنا بنلعب المنتخب الفلسطيني، كان وقتها ما فيش تصفيات جوه افريقيا، لعبنا منتخب الفلسطيني وكسبنا 7-1. طبعا نتمنى ان المنتخب الفلسطيني يرجع تاني، وفلسطين كلها ترجع تاني ان شاء الله الى افضل مما كانت عليه. هيحصل ان شاء الله. طيب استاذ عبد القادر، خليني برضه اروح معاك لجيبوتي تحديدا. الماتش الاول يوم ان شاء الله 16 الساعه 7 على استاد القاهره، هذا الماتش اللي خلينا نقول الناس مش قلقانه منه قوي، بس الناس عايزه هدف معين يتم تحقيقه على الملعب، وباذن الله ده يحصل. لكن في نفس الوقت برضه لو انا هاجي واتكلم شويه في الفنيات التوقعات، هل انا مثلا متوقع تشكيل معين المفروض يتم؟ هل المفروض مثلا يبقى في 3-4 لعيبه عندي، او بعض الاجوال اللي المفروض انا بقول لا انا دي محسومه بالنسبه لي في الدقائق كمان مثلا او الشوط الاول؟ يعني رسم او رؤيتك للمباراه المفروض ازاي تتم لو احنا بنتكلم ان هي تمشي صح او مظبوط؟ طبعا مباراة زي دي لازم تبقى نازل وانت ليك اليد العليا من اول دقيقه في المباراه. الاستحواذ ده امر مفروغ منه، التشكيل المنتخب المصري لازم يكون هجومي، يعني ما ينفعش مثلا في المباراه دي فيتوريا يلعب بثلاثه لاعبين متوسطين. لا ده مش متوقع ابدا يبقى في دفاع يعني بشكل كبير، لان انت على ارضك مع فرقه كمان ما هياش الفرقه الفنيات فيها تنافسيه شديده، يعني ما تقليش بقى هيتلعب دفاع يعني. واصلا فيتوريا بيجمع دايما ما بين الدفاع والهجوم، على عكس زي ما قلت كيراش كان دفاعي بحت، كان برضه ما فيش كوره ممتعه بصراحه يعني. طبعا، وده الحقيقه سؤال مهم جدا، لان احنا هل منتخب مصر اصلا قادر على تقديم كوره ممتعه، ولا احنا مش هنعرف نلعب غير الكوره بتاعت كيروش اللي هي تطور بسيط شويه للكوره بتاعت هيكتور كوبر اللي وصلنا بيها كاس العالم 2018، وهي الكوره دي اللي وصلنا بيها برده نهائي كاس الامم مرتين. فهل فيتوريا لحد دلوقتي ما اتحطش اختبارات كبيره، حتى ماتشين جيبوتي وسيراليون هي مش اختبارات كبيره، فاحنا يمكن لاول مره هنشوف كيروش في فيتوريا في اختبارات كبيره، هتكون في كاس الامم المقبله ان شاء الله في الصيف اللي جاي. ف احنا محتاجين نشوف شكل هجومي لمنتخب مصر بعد عطيه، يكفي طارق حامد، يكفي محمد النني، يكفي حمدي فتحي، والشريك اللي معاه ممكن يكون لاعب زي امام عاشور مثلا، او لاعب يعني بوكس بوكس اكتر منه سي دي ام، او اكتر منه لاعب رقم 6 في تشكيل منتخب مصر. طبعا ثلاثي الهجوم يعني دلوقتي ما فيش حد ممكن يختلف على الثلاثه، لان مرموش متالق مع انتراخت فرانكفورت في الدوري الالماني، وحتى على مستوى الاوروبي في دوري المؤتمر الاوروبي، ويمكن اصبح من اللاعبين الواعدين. صلاح جاب 10 اهداف في الدوري الانجليزي، يمكن حظه بس انه ينافس هالاند للاسف، وده ما يتنافسش يعني، الراجل لسه كان فارق عنه هدف، حاجه صعبه جدا لا بصراحه، لا سجل ال 13، وكمان هالاند راجع له كيفن دي بروين من الاصابه، فكيفن دي بروين ده ماكينه صناعه اهداف، فاكيد ارقام هالاند هتعلى جدا. انا اتوقع هالاند ممكن يوصل في يوم من الايام بجد، وده مش يوم من الايام بعيد قوي، لارقام قياسيه غير مسبوقه حتى مقارنه بميسي ورونالدو، ويرجع حتى للاجيال القديمه يعني، معرفش يعني متوقع عليه جدا، لان هو ماشي بخطوات
مش سريعه، ماشي بخطوات يعني صاروخيه خلينا نقولها. فعلا فعلا لاعب مش عادي يعني. طبعا يعني اللي عمله السنه اللي فاتت ان هو لعب 35 ماتش في الدوري الانجليزي، سجل 36 هدف، يعني الحقيقه دي حاجه ما كسر كل الارقام القياسيه في الدوري الانجليزي. ولسه لكن فعلا. لكن هو لسه بدري عليه، خلينا نتفق ان هو يوصل لميسي، لان ميسي سجل 91 هدف في عام كامل، يعني مش في موسم، لا في عام ميلادي. كان عنده كام سنه وقتها؟ 91 هدف. نفس العمر ولا كان بعدها؟ كان في البيك بتاعه طبعا ميسي، كان في ما البيك بتاع ميسي ما كانش يعني في بداياته قوي. 22 تتكلم برضو اعتقد ده موسم 15 14 حاجه كده اللي سجل فيه 91 هدف. فهالاند لا، صعب ان هو يوصل للرقم ده، لان ميسي اللي عمله في الموسم ده او في العام ده كان جنون، يعني كان اي كوره لميسي هدف. يعني الحقيقه انا كده كده من الناس اللي متحيزه لميسي، فانا مش عايز هالاند، مش عايز هالاند الحقيقه يحصل ميسي، لكن هو يقدر طبعا، خاصه مع التطور اللعب دايما اللي موجود عند بيب جوارديولا. فمحمد صلاح يعني الحقيقه فرصته من وجهه نظري بقت شبه مستحيله ان هو يقدر يرجع تاني ياخد الحذاء الذهبي في الدوري الانجليزي الممتاز، لان هو مهما عمل هيلاقي الراجل التاني بمنتهى السهوله بينزل كل ماتش. وبعدين ده بيلعب في مركز سترايكر، بيلعب نمبر 9، مهاجم رئيسي في منطقه الجزاء، بينما محمد صلاح بيلعب وينج، وبيبتدي بقى طول الماتش يدور ازاي ان هو يخش منطقه الجزاء ويبتدي يستنى المرتده، بينما الراجل ده واقف اوريدي في منطقه الجزاء بيلعب في فريق باكتر فريق في العالم بيصنع فرص، وبالتالي المنافسه الحقيقه شبه مستحيله على محمد صلاح. مش صحيح. طيب هرجع تاني منتخب مصر، وخلينا كان بصراحه يعني فرص منتخب مصر من وجهه نظرك للتاهل لكاس العالم 2026، حتى لو عايز تقول بالنسب يعني. والله يعني هو هتبقى مشكله كبيره لو احنا شاكين ان منتخب مصر ما ينفعش يتأهل من المجموعه دي. طبعا منتخب مصر هو المرشح رقم واحد بنسبه تزيد عن 90%. كويس. يعني 90% ل 10% دي انا سايبها للمفاجآت، وهي نسبه كبيره كمان. لكن منتخب مصر لا، هو في فارق كبير جدا على المستوى الفردي، على المستوى الجماعي. سيبك من التاريخ اللي احنا كده كده متفوقين فيه، مش في الكوره بس، في كل حاجه، لكن في الكوره تحديدا مصر ما فيش فريق ممكن يقارن بيه في كره القدم الافريقيه. وبالتالي لا يعني منتخب مصر لازم يطلع من المجموعه دي واخد كل النقط، يعني هو ده لازم، ده اللي هيحصل. زي ناميبيا يعني. شفت كنا لسه بنتكلم على ناميبيا، دايما بقى لينا فصول غريبه، فصول بارده شويه. يعني ناميبيا تكسبها هنا 8-2، تروح تتعادل معاها او تتعادل معاها الاول 1-1، فمش بعيد نلاقي ماتش زي ده. شفنا قبل كده بنتغلب من اثيوبيا في تصفيات كاس الامم في الجيل نفس الجيل الحالي، مع ايام ما كابتن ايهاب جلال جابوه ماتشين كده ومشوه، كان منهم الماتش ده. ماتش ونص ماتش وطياره يعني. وكينيا وحاجات كده حاجات كانت غريبه جدا طبعا. فوارد المفاجات وارده، خاصه لما يبقى منتخب مصر طرف فيها، وخاصه لما تبقى تصفيات كاس العالم، لان احنا كان عندنا عقده شويه من فكره تصفيات كاس العالم، اتفكت في 2018 بس رجعت تاني في البطوله اللي بعديها، وخرجنا الحقيقه بشكل مؤلم امام السنغال بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في مجموع المباراتين. فنتمنى ان خلاص تكون دي نهايه الاحزان لمنتخب مصر في تصفيات كاس العالم، لان الموضوع بقى سهل، وحتى كاس العالم بعد كده هيبقى سهل انك تكسب في ماتش، لان احنا الثلاث دورات اللي اتأهلنا فيهم ما كسبناش ماتش. حتى لما لعبنا السعوديه في 2018 وقلنا مباراه كده كده ماتش السعوديه مضمون زي ما الافيه طلع ساعتها، اتغلبنا بعد ما كنا متقدمين، اتغلبنا 2-1. فالحقيقه مشكله كبيره، حتى يعني احنا المفروض نبتدي نفكر زي المغرب النهارده بتفكر ازاي تاخد كاس العالم، وعندهم حق. المغرب بجد تجربه، ودايما بذكرها لما باجي اتكلم عن نجاح حقيقي على الارض في كره القدم، يعني طبعًا. لا اذكر منتخبات اخرى او دول اخرى اعتمدت بشكل كبير حتى على راس المال. انا بتكلم دايما ان المغرب من الدول بجد بجد، والمنظومه اكثر من رائعه، اعتمدت على الكوادر، اعتمدت على التطوير الحقيقي، اعتمدت على الغاء الفساد، حاجات كتيره جدا اتعملت في المغرب ادتك النتيجه دي. على صعيد هنا بتتكلم ناشئين، على صعيد فرق مختلفه، على صعيد المنتخب، على صعيد المنتخب النسائي، من اكبر 10 منتخبات نسائيه في العالم المنتخب المغربي. فلا، نجاح منظومه متكامله، يعني لازم الواحد بصراحه يبص الناس دي عملت ايه. طبعا يعني انت يعني اصبتي قبض الحقيقه زي ما بيقولوا، ان هو المنظومه الناجحه دايما. احنا حتى لما بنيجي نصطدم من النادي الاهلي مع الوداد او مع الانديه المغربيه او الرجاء، بنلاقي ان اتحاد الكوره عندهم بيعمل مجهود جبار، حتى مع الكاف، ان هو يذلل لهم كل العقبات، ان هو يخلي النهائي يتلعب في ملعبهم. بالظبط، ده بيحصل مع الانديه، ده بيحصل مع المنتخبات، ده بيحصل في المنظومه الرياضيه بشكل عام. بينما هنا احنا عندنا اتحاد الكوره الحقيقه يمكن هو اضعف حلقات المنظومه، يعني خليني اقول بصراحه اضعف حلقه في المنظومه الرياضيه في مصر هو اتحاد الكوره. لا يدعم النادي الاهلي، لا يدعم الزمالك، لا يدعم اي نادي. مش بقول لك دايما قراءاتنا مع بعض
تبقى مختلفة. رميتها كلمة كده مفيش مجاملة. أصل هي واضحة، واضحة وضوح الشمس والناس كلها بتتكلم ده فيها. على مدار يعني أسماء تختلف ومجالس تختلف، برضو ما زال أنت بتشوف طبعًا. أن المشكلة في المنظومة الأساسية دي. طبعا حتى لما بيجوا يجيبوا مدير فني لمنتخب مصر، مع الاحترام الكامل طبعا للأسماء الموجودة حاليا، وروي فيتوريا هو مدير فني جيد جدا الحقيقة، لكن بتلاقي الأسماء المرشحة كلها مدربين منتهين الصلاحية. يعني مدرب كان بيدرب في أفريقيا بقاله 10 سنين، لما تلاقي مثلا مدرب زي رينار للمنتخب السعودية تعاقد معاه، احنا ياما نادينا اتحاد الكرة بأكتر من رئيس سابق، لازم الراجل ده، الراجل ده فرصة، الراجل ده كان عبر ان هو نفسه، انا فاكر ليه لقاء كان في التلفزيون المصري قبل كده بيقول ان هو نفسه يدرب مصر. صحيح. لما لعب ضدنا في تصفيات كأس العالم 2010، حتى قلنا ليه ما عملناش ده. صحيح 2010 لما لعب ضد الكابتن حسن شحاته وتعادل معانا مع زامبيا 1-1، بعد كده راح خد كأس الأمم مع زامبيا وخد كأس الأمم مع كوت ديفوار، فالراجل كان فرصة ان احنا نتعاقد معاه، لكن بيبقى فيه امور اخرى في التعاقدات الحقيقه. يعني لسه عندنا بعض المجاملات والمحسوبيات في اتحاد الكور، عايز تقول ما زال قائم جيل عن جيل، اسم عن اسم بيجي، مجلس اداره عن مجلس اداره، بتشوف ان لسه نفس المشاكل موجوده. طبعا يعني حتى لما بيجوا يختاروا كوادر، حتى الناس اللي موجوده لما بيجوا يختاروا كوادر لاداره المنظومه الرياضيه لاداره الدوري، يعني مع احترامي الكبير جدا للمخضرم الكابتن عامر حسين، لكن ليه كل مره الكابتن عامر حسين هو اللي يقول لك انا بسهر بالليل عشان اقعد اعمل جدول الدوري الممتاز؟ بس ده حقيقي على فكره الحاج عامر، مش بدافع أنا خالص، عارف إن هو بس بيتعب. هو راجل فعلا بيعمل ده، يعني لو عرفته هتلاقيه فعلا بيعمل ده عن حق. يعني ده حقيقي، بس ليه كل مره نفس النظام اللي ماشيين عليه؟ ليه ما بيحصلش تغيير زي ما بنشوف الدوري الانجليزي؟ النهارده القرعه بتتعمل، عارفين يوم 16 مايو نهايه الدوري فين، بغض النظر بقى مين اللي هيلعب المباراه على البطوله، عارفين من اغسطس لمايو المباريات هتتلعب ازاي. ودلوقتي كاف بيساعدك كمان، خلي بالك دلوقتي الكاف بيساعد لانه خلى الماتشات جمعه وسبت، يعني الاول كان ممكن يقول لك ماتش الخميس وماتش الاحد وماتش الاثنين، لا دلوقتي ماتشات افريقيا جمعه وسبت، فانت عندك فرصه ان انت تلعب الثلاث مثلا، تلعب الاربع، تلعب الخميس بالنسبه للفرق اللي حتى اللي هتلعب السبت مفيش مشكله، بنشوف في اوروبا بيلعبوا خميس وسبت وخميس وحد. المدربين بيشتكوا من الموضوع دوت، وجوارديولا وكلوب بيطلعوا في مؤتمر صحفي كل شويه يتخانقوا مع الاتحاد الانجليزي، لكن الاتحاد الانجليزي ملوش دعوه، هو في قانون انت في قانون موجود قدامك انت هتطبقه، فاحنا محتاجين حتى اداره الماتشات وتنظيم البطولات، كل دي هتودينا بعد كده ان احنا نبقى زي المغرب، مش احنا دلوقتي تصفيات كاس العالم وبنقول هنتاهل قدام جيبوتي يعني وسيراليون. هو سيستم كامل وخطه كامله لازم طبعا يتم العمل عليها طبعا. يعني من فتره كمان. طيب هرجع تاني للمعسكرات بقى ومنتخب مصر، ان ده ملف برضو مهم جدا، احنا كان عندنا من شهر تقريبا معسكر، رايك ايه في هذا الاستعداد والمعسكر، احنا طلعنا منه فعلا بالمطلوب ولا شايف ان لا كان محتاجين اكتر؟ طبعا هو شغل المنتخبات بالنسبه للمدير الفني بيبقى يعني الطف شويه من شغل الانديه، ويمكن ده يفسر كمان ليه روي فيتوريا متمسك بمنتخب مصر رغم وصول عروض ماليه كبيره جدا ليه من الدوري السعودي. في النهايه زي ما انت قلتي، هو كل شهر او كل كام شهر بيعمل معسكر لمنتخب مصر، الفتره اللي فاتت كانت فاضيه، لكن الفتره اللي جايه فيها زخم الحقيقه، وفيها استعدادات، وفيها بطوله كاس الامم، وفيها تصفيات كاس العالم، فهو ده بدايه الشغل الجد بالنسبه لفيتوريا. المعسكر اللي فات يعني نقدر نقول ان احنا استفدنا منه طبعا، لان ماتش الجزائر كان ماتش شبه رسمي، شفنا الاجواء هناك عامله ازاي وشفنا الجزائر ازاي، وزعلنا مع تونس بالظبط. يعني يمكن ماتش تونس كان الحقيقه ماتش فيه من افات منتخب مصر اللي نعرفها على مر التاريخ، ان انت بيبقى ماتش في ايدك بتضيع فرص، بيخش فيك اهداف، انت تقدر ترجع وانت عارف ان انت احسن، انت عارف ان ده في ملعبك وعندك المقاومات ترجع، بس ما رجعتش وما تقدرش ترجع في النهايه، والنتيجه انك بتخسر على ملعبك. يعني الحقيقه ماتش شفناه كتير قوي مع منتخب مصر في السنين اللي فاتت، لكن ماتش الجزائر لا، كان شفنا الصلابه اللي موجوده، شفنا شخصيه منتخب مصر، وكان دايما منتخب مصر بيبقى محتاج الموقف مش محتاج الماتش، ومحتاج يتحط في موقف صعب علشان يطلع احسن ما عنده. هو امام الجزائر احنا عارفين ان ماتشنا مع الجزائر ده ماتش ديربي يعني او ماتش كلاسيكو، ليه وضعيه خاصه فعلا على المستوى العربي وعلى المستوى الافريقي من ايام حتى 2002 وقبل 2002 بس كمان. بس التعويل على الامور دي طبعا مش سليم، يعني برضو ان انا اعول ان في وضعيه المباراه هيتم بقى في قوة خارقة هتيجي او اداء مختلف، يعني مش بالظبط، وده اللي بيحطنا خلي بالك ده اللي بيحطنا في مشكلة لما بنلعب ماتش سهل زي جيبوتي مثلا اللي احنا بصدد الحديث عنه، او ماتش سيراليون، انت بتبقى نازل ضامن الماتش، يعني ماتش سهل وعلى ملعبي،
فزي ما بيقولوا كده مش هحرق بنزين كتير، اللعيبه مش هتجري كتير. وانك تضمن حاجه هي دي المشكله والله. بتجيب كل المشاكل بعد كده. ده حقيقي. عشان الوقت هنتقل من المنتخب الاول لمنتخب او المنتخب الاولمبي وميكالي والقايمه، وهل احنا هنكتفي ببعض الاستعدادات البدنيه والفنيه ولا احنا محتاجين وديات؟ واعتقد يعني الاجابه واضحه من وجهه نظري المتواضعه، اكيد احنا لازم يبقى عندنا وديات ووديات قويه. هنرجع تاني لاتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره فوجئ ان منتخب الاولمبي عنده معسكر، ومعسكر طبعا في العاصمه الاداريه في المنشات الجديده والملاعب الجديده، فهو دلوقتي بيتفاوض لسه مع ثلاث منتخبات علشان يعمل معهم ماتشات وديه. والله اعلم المفاوضات دي هتسفر عن نتيجه ايجابيه ولا هنقول لعم ميكالي في الاخر هنجيب لك فرقه من الدوري يلعبها، او هنجيب لك فرقه من الدرجه الثانيه يلعب معها ماتش ودي. يعني ده وارد، ده وارد جدا يحصل. بس لان ده مش انت صح، مش صح يعني. طبعا هو في ايه صح بيتعمل يعني؟ مش صح الحقيقه يعني. لا كده الدنيا سودة قوي بقى. الناس فوجئت. احنا لسه الصبح. لا هو الكوره فعلا في مصر ما فيهاش حاجه صح، الحاجه الوحيده الصح فيها هو النادي الاهلي. يعني خلينا نتكلم. ده كلام حلو برضه مش هيزعل، بس يعني خلينا نتكلم بصراحه. يعني الاداره الرياضيه في مصر، منظومه الاداره الرياضيه في مصر هو النادي الاهلي على مستوى كل المنتخبات، حتى على مستوى الناشئين. يمكن انا بحتك الفتره الاخيره بماتشات ناشئين في العاب ثانيه، باسكت وفولي. لا بشوف النادي الاهلي مختلف. في فرق تانية كتيرة كويسة جدا وعندها منظومة ادارية جيدة في بعض الالعاب، لكن انك تلاقي نادي ناجح في كل الالعاب هو النادي الاهلي بس تقريبا اللي موجود في مصر. فازاي يبقى انت عندك معسكر في المنتخب الاولمبي وعارف ان في معسكر وانت لسه استنيت المعسكر بدأوه، وبعد كده بتتفاوض على ماتشات ودية؟ حاجة تجنن يعني، حاجة تجنن بصراحة. طب احنا ناخد بريك بقى. انا شايفة كده. هنروح فاصل سريع جدا ونرجع نكمل حديثنا، لسه مستمر مع الاستاذ عبد القادر سعيد الناقد الرياضي. طيب رجعنا لحضراتكم، وعشان الوقت بقى خلينا نروح لتفاصيل اكتر عن، احنا كنا بنتكلم عن المنتخب الاولمبي وميكالي وازاي انت بتعمل معسكر ومش عارفه الوديات بتاعتك هتبقى ايه. يعني مشكلة موجودة وقائمة للأسف، بس مش موضوعنا بقى نناقش ليه هي موجودة، هي قائمة. لكن وضع المنتخب هيبقى إيه لو أنا ما قدرتش فعلا أحقق وديات جيدة تؤهلني بعد كده أن أقدر أنافس وأقدر أن أنا يعني أحقق حاجة في أولمبياد باريس؟ يعني لأن ما هو لازم الاستعدادات تبقى بنفس قوة المنافسة. طبعا يمكن هم الناس شايفين أن المنتخب ده مش قادر مثلا يحقق ميدالية، لأن المنتخب اللي قبله كان اسماء على مستوى الاسماء كان اقوى، وفي النهايه ما قدرش ان هو يحقق ميداليه طبعا لانه اصطدم بمنتخب البرازيل في النهايه في الدور الثاني، فكان طبيعي جدا ان انت تخرج امام فريق بعد كده قدر ياخد ميداليه ذهبيه. فجايز هم شايفين ان المنتخب ده يعني هتصرف عليه مش زي مش هتصرف عليه، هتتعب زي مش هتتعب. ده يبقى صعب جدا لو فعلا في الموضوع ده متصدر اصلا. احيانا كده رايحين بقى نأدي نعمل واجب ونرجع. احيانا بيبقى ده التفكير. يعني ده شيء صعب جدا. مفيش داعي ان احنا نصرف لان كده كده مفيش نتيجه متوقعه. جايز يكون ده التفكير، لكن الحقيقه مش شايف تفكير. وده يكون التفكير احسن من ان هم يبقوا ما عرفوش يعملوا ماتش ودي، ان هم نسيوا ان في معسكر محتاج ماتش ودي. لكن في النهايه اعتقد زي ما قلت يعني ان ممكن يتلعب ماتش ودي مع اي فريق مصري حتى درجه ثانيه درجه اولى، ان هم اللعيبه بس الراجل يتفرج على الحاله الفنيه الوقتيه الحاليه للاعبين بتوعه، لان هو اكيد شافهم قبل كده. لكن المعسكر الحالي جايز يكون لاعب مش في مستواه، لاعب عنده مشاكل مؤثره على مستواه، يبتدي يتكلم معاه، يبتدي يحضره ويجهزه فنيا ونفسيا. فكل دي الحاجات دي مش هتبان من التدريب، دي هتبان من الماتشات ومن الضغط اللي اتحط فيه في الماتشات. لكن يعني اتمنى ان المفاوضات تنجح ويلاقوا حتى ولو مباراه وديه واحده يلعبوها ان شاء الله قبل نهايه فتره التوقف الدولي الحالي، لان المنتخب المصري اعتقد منتخب جيد ويقدر. يعني هو المنتخب اللي قبله ما قدرش، لكن ده يقدر فعلا يعمل نتيجه جيده حتى لو وصل، مش لازم ياخد ميداليه، حتى لو تاهل من الدور الاول دور المجموعات الى الدور الثاني، ده في حد ذاته برضو بيكون انجاز لمنتخب مصر. احنا عمرنا ما خدنا ميداليه ذهبيه او ميداليه فضيه او برونزيه في اي بطوله جماعيه في تاريخ دوره الالعاب الاولمبيه. يمكن كنا قريبين شويه البطوله اللي فاتت في كره اليد، لكن للاسف خسرنا الميداليه البرونزيه. فيعني لو جه المنتخب ده او اللي بعده او اي منتخب ثاني قدر يحقق ولو ميداليه برونزيه، الحقيقه ده هيبقى انجاز فوق العاده لمنتخب مصر وللكره المصريه عموما. فلازم يكون في اهتمام اكتر من كده شويه بالمنتخب الاولمبي، لازم يكون في اهتمام كبير كمان بمنتخب الشباب اللي ممكن يطلع عناصر للمنتخب الاولمبي قبل دوره باريس، لان انت ما تقدرش تضيف حد فوق السن غير ثلاث لاعبين، لكن تقدر تضيف كتير تحت السن. لو عندك في فريق 20 سنه اثنين ثلاثه لاعبين كويسين ممكن تشارك بيهم في دوره الالعاب الاولمبيه. فالاهتمام يكون بالمنتخبين كمان مش بالمنتخب الاولمبي بس، لان احنا داخلين دوره باريس
عندنا امل كبير ان احنا على الاقل يكون عندنا شكل كويس، على الاقل يكون عندنا شكل كويس. يعني توقعاتك ان احنا اولمبياد باريس ربما سنظهر بشكل جيد، يعني سيبك من ان احنا نحقق شيء بس هنظهر بشكل جيد تنافسيا وفنيا. يعني هي امنيات مش طموحات الحقيقه. مش انا اتمنى. لا 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 اتمنى. الفقره دي صعبه جدا. مش كده يعني. طب جامل احنا على الهوا. انا جاملت المنتخب الاول قلت لك هنتقابل. احنا على الهوا على فكره. انا مش قلتش كده بصراحه. المنتخب الاول قلت لك هنتقابل كاس العالم ان شاء الله يعني، لكن المنتخب الاولمبي نتمنى بقى. ما اقدرش اقول لك حاجه تتحسب عليا ان هم لا يعني، اتمنى ان هم يحققوا نجاح في البطوله ويوصلوا على الاقل ان شاء الله مربع ذهبي في اولمبياد باريس. لكن الطموحات بقى ان احنا في اولمبياد باريس نجيب ميداليات كتير على المستوى الفردي طبعا، لان عندنا اكتر من لاعب في رياضه فرديه الحقيقه مميزين جدا في المصارعه وفي كذا رياضه. الكاراتيه للاسف اتشال من البطوله دي. كان موجود في البطوله اللي فاتت، لو كان موجود كنا هنتكلم على ميداليات ذهبيه زي ما شفنا اللي حصل الى حد كبير. ان شاء الله المفروض هيضم بعد كده بس مش السنه دي السكواش، ونتمنى يبقى فيه برضو يعني انجاز محقق وميداليات محسومه طبعا لمصر يعني ان شاء الله. طيب هقفل بقى المنتخب الاولمبي، اصل هنقول ايه تاني بعد اللي اتقال. خلينا نروح لمنتخب الشباب. منتخب الشباب لسه شباب جديد، لسه تجربه جديده. كابتن وائل رياض في ثقه كبيره برضو ان هو يقدم حاجه مختلفه. خليني اخد رايك في المنتخب ده. طبعا المنتخب الشباب عنده اسماء واعده على مستوى الناس اللي بتتابع قطاع الناشئين والشباب، على مستوى الجمهور العام ما فيش حد معروف فيهم. يمكن زعلوك لاعب النادي الاهلي اسمه تردد كتير في الاوان الاخيره انه ممكن يتم تصعيده للمنتخب الاول ويكون او للفريق الاول ويكون مميز، لكن هي فكره ان وائل رياض كلنا كنا فاكرين انه كان لاعب موهوب ازاي وكان متالق ازاي في فتره وجوده في النادي الاهلي وبعد كده مع منتخب مصر. يمكن كان عمره قصير في الملاعب لاسباب غريبه، لكن في النهايه لا لاعب مميز. شفناه دوره مع المنتخب الاولمبي كان جيد جدا، وده اللي خلى يكون مرشح رقم واحد للمنتخب الشباب. فاحنا نتمنى ان هو طبعا يقدم كل الخبرات اللي عنده المنتخب الشباب، نتمنى ان هو يحصل على كل الدعم عنده. الحقيقه الجيل ده يعني بسمع من زملائي اللي بيغطوا في مستوى الناشئين والشباب ان لا الجيل الشباب فيه لعيبه كتير كويسين، في كتير من الانديه فيه مواهب مميزه جدا، فنتمنى ان المواهب دي نشوفها. انا مش مع فكره ان احنا نجيب مدرب اجنبي الحقيقه المنتخب الشباب، لان لما يكون مدير فني مصري مر بالمراحل اللي فيها لاعبين الشباب بالظبط وعارف الظروف اللي هم بيمروا بيها، ما يجيش مدرب مثلا اجنبي عايز يلعب يخلي الشباب دول يلعبوا تيكي تاكا او يلعبوا بشكل مختلف هم ما سمعوش عنه، ما بيتفرجوش عليه غير في التلفزيون. لما يجي مدير فني ويبتدي معاهم واحده واحده، وان كان السن ده بتاع 20 سنه بنشوفه دلوقتي في اوروبا اكتر من لاعب تحت 20 سنه و22 و23، منتخب اول مميزين ونجوم وهدافين اولى. منهم هالاند كان لسه السنه اللي فاتت 22 سنه يعني بالزبط. كان سن منتخب اولمبي وكان مكسر الدنيا. فيل فودن اكتر من لاعب الحقيقه في ارسنال، في برشلونه، في ريال مدريد. لا بنشوف لاعبين كتير مميزين، ابراهيم دياز اللي انتقل لريال مدريد لما كان في ميلان وكان في مانشستر سيتي كمان قبل كده. فاحنا نتمنى ان احنا نشوف من الجيل ده ولو لاعب او اتنين بس يقدروا يلعبوا على مستوى الفريق الاول مع انديتهم ومع المنتخبات. هي فرصه عندهم ويبقى او المتبقي بقى اللي هم هيقدموه، يعني فرصه جات لهم لكن الباقي بتاعهم فعلا هيقدروا يحققوا ده او لا طبعا. اكيد ده متوقف على حاجات كتيره جدا، منها طبعا يعني الاصرار واللي هيقدموه على الملاعب والفكر الاحترافي وغيره وغيره. هي خلينا نقول ان ده بس النشأة الاساسيه اللي هي بتبني عليها بعد كده طبعا. على كل حال استاذ عبد القادر يعني الفقره خلصت والحلقه ما تجيش تاني. وممكن كلنا ما نجيش تاني. لا لا ما تقلقيش. انا بشكرك جدا. لا بالعكس كانت قراءه جميله، وانا بحب الصراحه، انا بحب الصراحه وبحب الشفافيه وما بحبش المجاملات واحنا بنيجي بنتكلم، لان فعلا فعلا في الاخر الكلمه بتتحسب عليك. فطبعا المصداقيه اكيد بتكون اهم جدا ان احنا نقولها للساده المتابعين. فلا بالعكس انا حبيت جدا، وحضرتك عارف ان انا بحب الصراحه بتاعتك يعني. اكيد شكرا ليك. شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم اكيد على متابعتي، وان شاء الله حلقه جديده بكره معايا انا وكريم 10 الصبح في الاهلي.